قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق. إخواني وأخواتي متابعينا على قناة اليوتيوب والتيك توك، قادمون يا بغداد، شعار رفعه المتسلقين والمتلونين وعملاء العراق ممن يدعون أنهم يمثلون السنة. هذه القاذورات من خميس الكنغر إلى رافع العيساوي إلى علي حاتم إلى كل القاذورات، من محمد البلبوسي إلى كل هذول اللي مسمين نفسهم احنا ندافع عن أهل السنة. لا أهل السنة دافعوا على السنة، ولا اللي يدعون الشيعة دافعوا عن الشيعة. الكل دافع وبقوة وقسوة للحفاظ على جيبه. التجارة بالعراق أصبحت باسم الدين وباسم المذهب وباسم القومية، مثل ما عملت أمريكا سنة شيعة أكراد، مشوا على هذه الطريقة لحد ما هجموا العراق. جماعة قادمون يا بغداد اللي بسببهم دخلت القاعدة وبعدها الدواعش ودمروا المدن بتمويل عربي للأسف خليجي بالتحديد، وعرفوا شلون ينصبون الكمين للعراقيين الأحرار اللي فعلا دافعوا عن العراق. وبسببهم كل حر عراقي من كل الأطياف والطوائف والقوميات والأديان نهايته كانت أما تحت التراب أما في دهاليز السجون والمعتقلات، واللي الله حبه فخلص انهزم من العراق في دول الشتات. هذولا القاذورات لا يمثلون سنة ولا شيعة ولا أكراد ولا مسيحيين ولا أي طائفة بالعراق. هذولا شلة حرامية سراق قتلة ما يهمهم غير جيبهم. كل هذولا ممن يسمون نفسهم بالتحديد احنا ندافع عن السنة. ايران ام الخبائث ام القاذورات، جمعت كل ما يسمون اهل السنة. بدل قادمون يا بغداد سوتهم زاحفون يا طهران، وسلام فرمان. ماكو واحد جلس على كرسي في العراق من 2003 ولحد يومنا هذا من كل الديانات والأطياف والقوميات والمذاهب إذا ما كانت خاتمة إيران على مؤخرته ومصورت له فيلم ما يقدر يفتح حلقة بيه، من بيلاروسيا إلى تركيا إلى دبي أفلام مصورة لهم، وبالتحديد هذا رافع العيساوي وخميس الكنغر وغيرهم وغيرهم. اليوم انفضحت كل العملية اللي مسمات بالسياسية بالعراق. ماكو شيء اسمه عملية سياسية، اكو عملية ترس بنوك على حسابك وحساب اهلك وحساب قوميتك او دينك او مذهبك. المصيبة عندنا المطبلين اللي دي يشوفون الحرام يسرق، والقواد صار شريف والحرامي صار نزيه، والخائن صار وطني.
اللي طبلون الهذولة هم ذولة سبب خرابنا وسبب تهجير العراقيين وسبب أول في تدهور حال العراق اللي كان يسمى في يوم من الأيام بلد الحضارات والعلم. ولما تتكلم سنتها شيعتها دير بالك تتكلم أو تحكي على المضاجع. المضاجع خط أحمر، المضاجع تيجان روس، المعمم نبي في العراق، والسبت تنقاني هو رب العراق، سب رب العالمين، سب اللي خلق، سب كل شيء، بس لا تتقرب على ذولا. ولما نتكلم أنا وغيري من كل واحد يحاول يدافع عن هذا البلد، أما نكون صهاينة أو عملاء أمريكا وبريطانيا وتركيا والخليج وفلان وعلان، بس إذا أنت شجعتهم وأنت رفعت صوتهم ودافعت عنهم ذباب الإلكتروني في الصفحات فأنت عراقي أصيل، فأنت ابن البلد الأصيل. إذا فد يوم من الأيام فتحت حلقك أو تكلمت فأنت صهيوني عميل لإسرائيل وأمريكا وبريطانيا، ونسوا أو تناسوا لولا أمريكا ولولا بريطانيا وإسرائيل ما كان قعدوا على كراسيهم. الكل زار إسرائيل، والكل بصملهم بالعشرة، والكل راح لإيران، والكل بصملهم بالعشرة، والكل راح لأمريكا وختم على مؤخرته وبصملهم، بس حطوني وتعالوا نهبوا العراق، بس حطوني بالقيادة تعالوا نهبوا العراق. لما تطلع السفيرة الأمريكية في لقاء متلفز على تلفزيون محسوب عراقي تقول بأنه وضع العراق جيد جدا ووضع العراق في حالة تطور وفي حالة انتعاش والشعب العراقي يعيش في بحبوحة. انتوا تخيلوا العراق من سفيرة أمريكا أم عباس تقول هذا الكلام. هذا الكلام لما تقول سفيرة تتناقل الدول وهم يعرفون العراق ما بي شارع أو زقاق، ما بي ميليشيات وقذارات إيران وقذارات كل هذه الدول متجمعة في هذا البلد لقتل العراقي ونهب البلد وسرقته. هذه الأمور لما محمد الشياع الأرجنتيني يروح لألمانيا ويوقع معاهدة مع رئيس وزراء ألمانيا بترحيل العراقيين وإرجاعهم إلى بلدهم حتى يكونون طعم للميليشيات الغادرة اللي ما خلت واحد بالعراق ما ضربته ما قتلته ما خطفته وساومت عليه. إذا أحد تكلم وقال لهذه الدول أنتوا قاعد تمشون غلط، أنتوا قاعد تشجعون الإرهاب، يقول لك أنت إرهابي، أنت حتى إقامتك نسحبها، أنت حتى جنسيتك لازم نأخذها منك، 32 سنة وأنا أعيش في هذا الغرب الخايس حشاكم، أقسم برب العالمين لم أرى أو أشاهد شيء اسمه حرية تعبير ولا ديمقراطية. ديمقراطيتهم أي روح بول صاحبتك بالشارع، روح أخذ بطل بيرة وقعد بالشارع اشرب ماكو مشكلة، بس إذا تتقرب على الكرسي وتتكلم بالسياسة لا اندوسك اندوسك. هذول الغرب
ما أعتب عليهم لأن بسبب شعوبنا المتخلفة هذه اللي أعطت وفتحت الأبواب اللي احنا كنا بالشرق الأوسط وغالبية الشرق الأوسط يتصور بأنه أنت تجي للغرب راح تاخذ حريتك وراح تاخذ حقوقك وراح تاخذ اللي تريده وتقدر تحكي وتقدر تفتح حلقك. هنا أنا بالغرب اكو حالتين. الحالة الأولى من أنت تجي كلاجئ وتقعد تتبجبج قدام المحقق وأنا مظلوم وأنا كذا والمحقق قدامك قاريك من فوقك إلى جوه دي أرفق تتكذب دي أرفق بأنه أنت ولا كلمة حكيتها صحيح لأن معاهدة جنيف لعام 51 للاجئين تنص بأنه الدولة اللي تلجأ لها ما لها حق تسألك عن هويتك أو شيء يثبت شخصيتك. ليش؟ اللاجئ هو شنو معناه؟ اللاجئ هارب، اللاجئ ما جاي محضر الجنطة قال للمرتة ولا الأمة ولا الأختة حضري لي الجنطة حطي لي شهادة الميلاد والهوية والجنسية والجواز لأن أنا طالع فالت أريد أخذ لجو. العملية في أوروبا بالتحديد ليش تغيرت مع اللاجئين وبالتحديد العراقيين، هذول اللي طالعين غالبيتهم من المحقق يقول له عندك جواز سفر يتفضل هذا جواز سفري، عندك هوية يتفضل هاي هويتي، عندك شهادة جنسية اي نعم هذه شهادة جنسيتي. رأسا المحقق يعرف بأنه هذا المقابيلة فارغ، لا عنده قصة ولا عنده كل شيء، حتى لو قدم صور مستمسكات هذه الفلسين ما يشتريها، بس يقول لك هذا كلاجئ طالع محضر جنطته محضر هوياته محضر ما أعرف شنو، فهذا مو لاجئ. فشي يسوون هذه الدول اللي موقعة على معاهدة جنيف وبالتحديد لحماية اللاجئين أدها كمية معينة سنويا لازم تقدمها للأمم المتحدة تقول لهم احنا استقبلنا كذا ألف. فشي يسوون شلون يترسون البلد بهذا الكم ألف؟ ياخذون هذول الزبالات اللي دا تشوفوهم على التيك توك على صفحات التواصل تركية وعرق وشرب وهالسوالف التعبانة، هذول ما عليهم أي شيء، فيترسون هذه البلدان بهذولة. بس اللي يطلع وعنده قصة حقيقية ومطارد ومضطهد فالرفض إلى حاضر وجاهز، حبيبتي رنا نورتي، فالرفض إلى جاهز وحاضر. ليش؟ بعض يسألوني ليش هذا الشيء، شنو هذا التناقض بالنسبة لهذه الدول؟ هذه الدول عندها سمعتها قبل كل شيء، قبلك وقبلي، وأنت وأني بالنسبة لهم مجرد حشرات مرتزقة جايين ناخذ فلوس هنا وهاي سوالفهم ما بيها كافلام. فيقول لك إذا هذا الشخص في دولته كان ضابط مخابرات أو عسكري كبير أو كذا هذا راح يسوي لنا مشاكل. ليش مشاكل؟ في حالة الدولة مالته هذا الشخص مطلوب، وأولا أكو علاقات دبلوماسية بيناتهم، فيقول لك احنا ما نخرب علاقتنا ويا هذا البلد وننسى منافع بلدنا وشعوبنا على مود واحد جاي ياخذ لجوء يمنا. فيتفاوضون مع هذا الشخص يقولوا له اولا اذا تريد نعطيك لجوء اما تتعاون معانا، هذه وحده، وفي حاله عدم التعاون يقولوا له تسكت
ما تفتح حلقك، ما تتكلم بالسياسة، تطيع وتسكت مثل السيد. فإذا هذا الشخص مثل حال أخوكم لهنانا الإمام الـ17 في بريطانيا الموالية، من ترفض هذه الطلبات حطوا عليك الأكس. من حطوا عليك الأكس حتى سبحانه وتعالى بعد ما يشفع لك حبيب حسن تعيش، حتى سبحانه وتعالى ما راح يشفع لك، راح يطلعوا لك 100 فيلم ويحاربوك ويدمرون حياتك وحياة عائلتك. ومن الأمثلة كثير، وأنا واحد من عندهم، وأنا عندي ناس أعرفهم من 97، من 96، من 2000 لحد يومنا، حتى إقامة ما عندهم. ليش؟ لأن ما تعاون معاهم أو ما ست حلقة. هذولا مراقبين صفحاتنا، قنواتنا، يشوفونا شنو نحكي، يشوفونا شنو نتكلم. إذا كان في مزاجهم راح يألهوك وراح يعطوك اللي تريده، وإذا ما كان مو على مزاجهم فأنت بالزلق، فأنت مراقب محارب، ما إلك عيشة في هذا البلد. وتقوم مثل حالي يومية شايل علاقتك على ذاك والله ذاك الرجال، وتفتر بين الدول، والدول هذيك إذا رحت في بلد ثاني ايش راح يقولوا لك؟ والله انت جاي مثلا من ألمانيا او جاي من ايرلندا او جاي من ما اعرف وين، فهذا بلد آمن. فما طول بلد آمن واحنا موقعين معاهدة دبلن، ما نقدر نستقبلك حتى لا نكسر في البلد الثاني. هنا انت قضيتك النست، قضيتك المسحت، لا عندك لجوء ولا عندك إقامة ولا عندك بيت ولا عندك مستقبل. يعني ذول اللي أخذوا لجوء واخذوا جناسي هذا أمورهم سكتوا وخلصوا وانتهوا وقعدوا، بس واحد من ما عنده إقامة وما عنده جنسية عقله مشتت، يقول لك أنا شو أقدر أسوي هسه؟ لا أقدر أسافر ولا أقدر أرجع إلى وطني ولا أقدر أسوي شيء أخلص نفسي منه. فتلقيه قاعد مثلي ينعل والدين هذه الدول، وينعل والدين هذول اللي حاكمين، وينعل والدين المخابرات الموجودة بيها. صار 32 سنة ما شفت لا حرية ولا ديمقراطية، أقسم بكل حرف بالقرآن وحق رب السماوات، ما فد يوم طلعت في قناة تلفزيونية غربية إذا ما تم التحقيق معايا بس أوصل للبيت. ليش حكيت؟ ليش طلعت؟ كانوا قاعدين بالعراق. ولو عندهم قانون مثل ما كان عندنا زين، تحطه يشيلوك يحطوك بالسجن أو يعدموك، بس لأن ما عندهم قانون حتى يسوون هذه الشغلات فيسوون حياتك جحيم. طلعت في إحدى القنوات في بريطانيا، أنا كنت ساكن في إيرلندا بوقتها، وليفت إيرلندا اللي سووا بيه في هذه القنوات، البرنامج اسمه هارد توك، هذا من أقوى برامج بريطانيا. والله العظيم ثاني يوم صعدت طيارتي نزلت في دبلن، كانت شلون يسموه مخابرات الداخلية واقفين بباب الطيارة، أنت أي آني تفضل ويانا، وتحقيق 8 ساعات.
شلون رحت؟ شلون جيت؟ ليش؟ ليش حكيت على ايرلندا؟ ليش سويت 8 ساعات؟ وانا بالتحقيق كنت اليف المحققين. سلمين رنا حبيبتي. وانا بالتحقيق كنت اليف المحققين. وحتى سبيتهم وسبيت بلدهم. الناس يقولوا لي ابو عمر يعني بعد هذا العمر شويه كافي، هدي الخاطر جهالك. ردي لهم بعد 32 سنه من هذا الكلام ومن هذا العذاب اللي شفته ومن هذه القاذورات اللي التقيت بيها وبعد كل هذا الشيب، تريدوني طخ راس ودنج راس على مود ورقة فتشي أمشي بي لو أخذ جواز وسافر بي؟ حشاكم. أنا على أبوهم، لا أبو جنسيتهم، لا أبو إقامتهم، لا أبو كل سافل ابن سافل يمشي وراهم ويتصور بأنه أوروبا والغرب بيها حرية ولا ديمقراطية. حريتهم وديمقراطيتهم هاي تلقوها على التيك توك. هاي بنتهم حازم رفعت راسنا بالعراق اللي تطلع تتفاخر تقول أني أمثل أفلام يعني شقلبانية والشغل مو عيب. تقول الشغل مو عيب. والمصيبة الأكثر تقول قابل أنا دا أسوي شقلبان، هو تمثيل. يعني أنت طابة والرمح ما تلش اسمه ما زينب جايبك وأنت شو اسمه وتقول هذا تمثيل. يعني عدد هؤلاء اللي يتراكسون ويرقصون والله على مو كم دولار يجيهم من التيك توك من اليوتيوب. أما الأذول اللي تجارة صدام اللي هي صارت أرقى تجارة بالقنوات وبالهذه، من نزار مزرعة إلى سليمان جدرية إلى ضياء القرن دامبي إلى الخستاوي، هذا القرعاوي الخستاوي، الكل ده التاجر. هسه يطلع لي واحد رأسه مربع يقول لي أنت هم هاد تاجر، بيش ده تاجر؟ بخالتك الزايرة بيش دا تاجر؟ عرضت محاكم محاكمة الرئيس، هذا أرشيف العراق. عسى ولعل في يوم من الأيام القاذورات اللي حاكموا العراق يشوفون هذه المحكمة ومصير هذا الرئيس اللي كان دايس على رأسهم بأقدم حشاكم حذاء برجله، مصيرهم يصير مثل هذا الرئيس اللي كان ما حد يتصور حتى بالحلم أحد يشوفه حكمه سقط، لأن كان الكل يقول الوراثة جاية. بس شاءت الأقدار والدنيا اندارت وجو أمريكا وغير أمريكا. فهذه المحكمة لما عرضتها هذا درس، عسى ولعل دول القاذورات يتعلمون ويقولون في يوم من الأيام راح نوقف في هذا المكان، وأنا متأكد راح يوقفون في هذه المحكمة. بس مو محكمة عراقية، راح تكون محاكم دولية عليهم. وكل هذه الفلوس اللي نهبوها من العراق، هذا الغرب بدقمة واحدة يجمد الأول والتالي ويقولوا له تعال. لأن الغرب عمره وحياته ما يحترم العميل، ما يحترم العميل. لأن العميل يقول لك اللي باع بلده وباع شعبه وباع المكان اللي عاش بيه، فكيف احنا نأمن بيه؟ نستخدمه ومثل ورقة التواليت نرميه وعدها. هذول ناس وصلوا إلى مرحلة من الطغيان اللي موجودين بالعراق ما بقى شيء ما سووا. وشعارنا راح يكون منا وغادي كرد وعرب
وشيعة وسنة تجمعنا الشريفة في فندقها بكربلاء. والشريفة عندها فندق بكربلاء. وإن شاء الله هسه منا نبلش بالروايات الكريمة المباركة المقدسة. راح نراويكم فندق الشريفة شنو يصير بيه، وراح تسمعون فندق الشريفة شي يصير بيه. هي شريفة بس الفندق، طبعا الشريفة بس اسم الفندق، بس كل شي جوه حتى البزونة اللي تفوت من باب الفندق هم مو شريفة، حتى العصفور اللي واقف على التيل مو شريف، ماكو حتى الجامات مو شريف، بس الاسم شريفة. اشو ماكوش اسمه تفاعل وشقلبانات ودقلات ولايكات. اطفي البث، اطفي البث، اصير مثل ذاك الرجال اذا ما تسوون لايكات وهذه وما اعرف شنو يا بذاك ايش اسمه يقول فخرية ماتت لان صدام حسين قتلها. ها صدام حسين قتلها، صدام حسين الله يرحمه صار له 20 سنة ميت، ويقول هو قتل امي، يقول هو قتل امي، يعني شلون بالله. هاي ليش انتوا بس شو اسمه 100 بال شو اسمه بالبث وعندنا 18 20 مليون لايك؟ ها وين التعليقات؟ يلا سووا تعليقات، سووا دقلات، سووا ما اعرف شنو. اطفي لكم البث هسه، ارجعكم بمقتدى اسويكم مطاريين. ها يعني شلون؟ وينو هذا؟ نشوف اكو واحد تذكروا زبوق هسه. زبوق انتم من صوته راح تعرفوه، اللي يدافع على ايران ويدافع على الخميني ويدافع على المعرف شنو. زين زين، ما مخلي شيء ما يدافع عنه. هذا انت عرفه من هو هذا الزبوق. نقول لكم اننا صامدون، تذكرون هذا؟ هذا ايام حزب البعث، تذكروا هذا؟ هذا الزبوق حيدر القندرشي، حيدر القندرشي تتذكر من كنت بعثي، من كنت رفيق معانا ايام النضال، صاير زبوق الايران ابن سير النعل. هم ماكو لايكات، هم ماكو شنو هذا، ماكو لايكات. لا مبطل، يلا عيني هزاع هزاع عيني، راح مبطل خلاص بعد. يلا عيني جيبوا العلالي يقلموا الغراب، خلي نروح بالخراب ويا زينب، نروح نقعد يم زينب بالخرابة أحسن لنا واشرف لنا، تعبانين ومسوين بث. إيه عفية عفية، سوي لايك وطيع واسكت حبيبي، ماكو لايك نجمع هسه غراضنا بعلاقة ونروح نقعد بالخرابة يم زينب. زين، وإذا ما هذه نروح بالفندق مالت الشريفة، هناك للصبح دقلات، للصبح دق دقلات حبيب الباس، نضرب دقلات ونصلي على النبي. اهم شيء انت تضرب دقلات وراها. اي حبيبي هزاع هزاع، الناس ما دا تسوي لا لايك ولا شير ولا ابد، فلم رفاقنا البعثيه بس البعثيه والموالين، وخلي نروح للخراب ويا زينب نقعد هناك نشوف وين حطوا الراس، وين الرمح راح، والا نعزل على قول الذاك. هي لايك هي دوغمودوس هاش بيك، قسما بالله اللي ما يسوي لايك لا اقصوا اربع وصل اطروا. ها ايه صيروا بعثيين، انت فاتحين بث وانا مدين القاط من شو اسمه ضياء دامبي والرباط من ما اعرف مين، شو نسوي يعني؟ شو راح اسوي لكم زينب؟
والله اليوم الحجي ما قصر، والله الحجي ما قصر. اللي ما يسوي لايك أدعي عليه، وانت تعرفون يعني إمام معصوم. اللي ما يسوي لايك أدعي عليه، أفتح زيجي وأطلع الصدر الأول والصدر الثاني، وبعد تعرفون انت حوبة الصدر، تعرفون حوبة الصدر شنو؟ ها؟ وأخي أصيح لكم زينب تجي تليفكم بالخرابة. فإن شاء الله راح نبلش شوية بالروايات، لأن هذه الروايات من الروايات المهمة جدا. بس أول شيء نبدي، خلي نشوف اللايكات تصعد، فنبدي بالنشيد الوطني مالت القناة. أي يلا حبيبي. والله ايه حبيبي ايه، سياسة ما حلوة، شفتوا حرق الدم بالبداية. بس ها اي والله زمانه خراب، اي والله بالعباس. يلا حبيبي يلا يلا صعدونا شو اسمه البيت، حتى هذول الصداميين البعثيين والآدي لازم كلهم اليوم ننسفهم. حتى الحرب مال السودان هسه واوكرانيا هم صدام حسين سواها. اذا ما تصدق هذا تاريخي لي ورا وفد مكانك فخريه. اقول لك انت مو متي وطلع ابنش عزاج هاي سويت. يلا عيني اللي ما يسوي لايك ما يجي ويانا الفندق الشريفه، زين اللي ما يسوي لايك ما يجوا يعني الفندق الشريفة. اليوم محضرين كوسترات نروح للفندق الشريفة، زين اي راح نبدي بأول رواية. أول شيء حضر كلينس، حضر دمعتك وارفع ايدك، زين لأن هذه الرواية يعني مو بس يعني طبعا الديول انسحبوا الحمد لله والشكر، لان ما يقدرون يسمعون زينب بالخرابه، وما يعرفون ما يقدرون يسمعون الخياس مالتهم ومضاجعهم العظام وتشريب اللحم شمالين رؤوسهم. نظف اذنك حبيبي واضرب لايك، ولا رجعك برواية تعرف شو يصير بيك. يلا عيني اسمع، شوف فضائل الله على ابو الشبس الخباز. اسمع الله تجزأ بفضل العباس، يعني الله صار عدة اجزاء، ويقول لك هذا لا مو كفر، هذا صحيح، هذا المعصوم يعني كل شيء يسوي هذا معصوم. فاسمع ومن فضائل الله على عبد الله عباس ايه الله تجزأ بواقعة الطف، ايه بواقعة الطف. اسمع تذكرون واقعة الطف، هم صدام حسين كان سبب بيها، زين وهم هو سوى المعركة مع الطف. اي المهم وأفعل من جراحات لما سقط اي سقط ابا البمر العباس ابو زبل الكناس. اي نعم موسى فرس الى العام تلقته فاطمة الزهراء عليه السلام. اي هل أم يا ولدي يعني هو زرقوه بوري، زين وتلقفته شو اسمه فاطمة الزهراء وقالت له قوم يا وليدي ما اعرف ايه وش صار منه فتشي من هذا، زين اي فشالته قالت له قوم الله قطع نفسه من وراك. يلا هذه مو معجزة، هذا مو إنجاز،
يعني ترى بركات ابو الشبس الخباز مو يعني مو هينه. هسه يطلع لك مطيس بال بيتنا لك ولك يا آل بيت، انتو خليتوا آل بيت لكم، انتو مسخرتوهم، انتو لعبتوا خلقه بيهم. حضر دمعتك، اسمع الجاي، اسمع الجاي، حضر دمعتك حبيبي ها، وحط لايك ترى راح اجيكم. اللي ما يسوي لايك هسه لم الاجوالات وبالعلاليق ونروح للخرابه مات زينب. كافي اسمع، هذا ابو العرق صديق ابو شهاب تستطلع الفضاء. ايه هاي ناسا ديسكفري يعني المكتشف، ارسلوها للفضاء وهي ايه. تلتقط صورا من الفضاء. ديسكفري عليها السلام ارسلوها للفضاء على مود تدور على الحسين. بس اسمع كارثه هاي ديسكفري، وتصور الفضاء الخارجي بما عدا نعم. قوة التصوير نعم. أنها التقط صورة وجه بشر. اسمع ناسا دزت ديسكفري وديسكفري التقطت صورة واحد. خلينا نسمع نكمل الرواية. حضر الكلينس وكيس الحب، ويكون بشرط حب شمس، ولا تلبس نعال أسود، البس أصفر لأن الأسود حرام. زين وخذوها الى الفاتيكان، لو كانوا يعتقدون بانه عيسى عليه السلام. اي كانوا هم المسيح. هذه الصوره اللي التقطوها ودوها عبالهم يعني السيد المسيح. زين فودوها للفاتيكان، بابا الفاتيكان قال والله يوم ما توني سمعت منك هاي اول مره اشوفها. اي بأن عيسى عليه السلام سيهبط ويملأ الأرض حسب قاعدتهم. فجاءوا للفاتيكان، الفاتيكان ما قبلوا. ليش؟ لأن الوجه الشرقي طلع الوجه شرقي، يعني لأن قال لك هذا المسيح كان أشقر وعيونه خضر، هم غير يقولون، بس هذا الوجه شرقي. فاحتارت ناس ايش سوت، كتبت تقرير الأم حازم حتى نشوف. اسمع البشرة مو لون عيسى، مو لون عيسى. ايوه انا اعرف، عرضوا علماء هنا هذا نعم. الوجه فيس نعم. سبيس على اوصاف وجه الامام. السيد يحكي بالسبيس، يحكي انجليشو ابن ال أيه. عليه السلام اكثر من 85% ينطبق على اوصف الامام المهدي عليه السلام بحسب الروايات الشريفه. حسب الروايات الشريفه اللي ما ادري شو اسمه، يعني شيعه الامام حتى يسوي له دعايه. زين فطلعت هذه الصوره صوره المهدي، يعني المهدي هم مو يقولون بالسرداب. زين هو بالجو هسه. زين هذا المهدي مدى يشوف الوضعيه مالت الشريفه شو مسويه بالعراق وينزل يتمتع بيها ويقول ودش كافي، مدى يشوف وضع الشريفه شنو اللي دا يصير، دا يقول له انت شريفه فاتحه فندق بكربلة، خل اسمعكم فندق الشريفة، وانا شو يسوون بي فندق الشريفة؟ ليش هيك الشريفة؟ ليش انت هيك؟ اسمعوا فندق الشريفة. زين ايه اسمع الشريفة الفندق مالتها. ملابسك الحين وينام وياي. اسمع انا بصمد اسماعيل علي، بس انا استغرب هذا الموضوع، يعني فعلا هذا رد علي انا اصبع علي تحلف له بالحسين تقول والله لا هم ما يحلفون بالله، والحسين تقول له بويا يعني ابوها كان ياخذها للفندق ينزعها شو اسمه هذا ابوها ونعم التربيه ونعم الاب ينزعها ها. او اسمع ابوش اخذوها ابوش لا اخذ الفندق الشريف نزعني اخذها الفندق الشريف حتى يسويها الشريفه مثل الشريفه نعلى على والديكم اخذ الفندق الشريف حتى يسويها مو شريفه يلا عيني، يعني هذا مو انجاز، يعني ماخذ بنته
منزع هدومها بفندق الشريفة حتى يسوي دمبوق. تفضل. اسمع 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 الحجة الحجة اللي أبوها الطاهية يعني عذر أقبع من فعل. اسمع العذر لما قالت لأبوها أنت ليش منزعني وجايبني بفندق الشريفة. اسمع. تقول لأبويا شابويا أنت ليش إيش تسوي بيا؟ شا أنا متزوجة. فقال لها شوف الحجة مالته يعني حجة واحد يقتنع بيها يعني يا حجة. يقول لها شابويا الغريب أحسن من عندي. يعني هذولا يعني شو حطوا الأمور طيب؟ يعني لازم بنته يسوي لها شقلبان يقول لها قابل الغريب أحسن من عندي. هاي الشريفة فندق الشريفة بشغلات يعني. والله الشريفة ماخذ الشريفة طير الشرف وطير ابن على والدي اكو. اخ واحد شي يسوي. اسمع انا ما لي شغلة هم مسوي اللايكات نبطل يعني نلم العلاليك. يلا عيني لموا العلاليك خلي نعزل نعزل يعني شلون يعني. اسمع هذه الغنبلة غنبلة للي شو اسمه يعني هاي فندق الشريفة اللي بكربلة المرة طب شريفة تطلع ضربة دقلات أبوها يقول لها تقول لأبويا أنا متزوجة شاليش ايش تسوي بي. هو يرد عليها شابويا الغريب أحسن مني. شون حجة الطاها الحجة بالقصة بالقصة. لا يا مناعي للوالدين على هالدقة. ومن تسأله يابا هذا زنا المحارم يقول لك ايه احنا يعني اذا ما نسوي هاي الشغلات ما زنا المحارم ما يطلع بي صاحب العصير والرمان. فهم عقليتهم ملاليهم معمميهم يقولوا لهم إيش قد ما تسوون محارم ومعاصي الله يعجل بظهور صاحب العصير والرمان. يلا يعني الكل صلي على النبي ودموعه تذرف وهذا الايفون لازم اليوم يخر من البتشي لأن أنا قاعد واليوم أحد مبارك وماكل جري ونازل لكم بالساحة. اسمعوا هذا بس لحد يكفر انا مالي شغله. هو ده يقول فرق اذا واحد قال لك ما الفرق بين الله عز وجل والفرق بين محمد وآل محمد. شنو الفرق بين الله ومحمد وآل بيت محمد؟ ها ها من كاتم رنا بالله ليش يا من هو أشكو شنو الفرق بين الله وبين محمد وآل محمد؟ اسمع اللهم خليني أعيد لك إياه. ما الفرق إذا واحد قال لك ما الفرق بين الله اسمع. عز وجل والفرق بين محمد وآل محمد؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا طعام روحي وغذاء روحي هذا فكري عقائدي لأخوة يقولون عقائد. ما الفرق بين الله عز وجل وبين محمد وآل محمد صلوات الله عليهم؟ فرقان لا ثالث لهما. اسمع أبد الفرق بين الله عز وجل وبين صاحب الزمان. الفرق بين الله عز وجل وبين أمير المؤمنين. الفرق بين فاطمة الزهراء والله عز وجل مرة أخيرة. الفرق بين إمام العالمين عليه السلام وبين الله عز وجل فقط فرق. شنو هم؟ إمامنا قال هم عباد لله واحد مخلوقين الله خلقهم اثنين. بعد شيخنا شنو الفرق بين الله وبينهم بالعلم؟ بينهم ماكو فرق. الفرق بين قدرة
شنو فرقهم بين الله والعلم؟ ماكو فرق، لأن هم يعلمون مثل الله. أنا ما لي شغلة، هم اللي يقولون، ما لي شغلة. أنا دا أنقل لكم الروايات المباركة مالتكم حتى تعرفون هاي القناة موالية. ودولة ولدهم حازم مستلمين تبليغات، وأنتوا 600,000 نايمين على فادي بالقناة. 600,000 لكم، 600,000 معقولة؟ كلكم ذيول وهذه، هم 100 واحد يمكن عندنا احنا هنا من شرفاء اللي موجودين، و600 ألف نايمين على فادي، لا لايك لا دقلات لا شير ولا هاي. لازمين يردون تبليغات وتمسح. يلا عيني، سمعوا سمعوا، هذه اسمع، شنو الفرق بين الله؟ شوف زين، الفرق بين الله وبينهم بالعلم شنو؟ ماكو فرق. الفرق بين قدرة الله عز وجل وقدرتهم، ماكو فرق. الفرق بين حياتهم وحياة الله عز وجل، ماكو فرق. لا تقول لي جيب لي من جيبي. العلم مالتهم بينهم وبين الله نفس الشيء، والش اسمه ماكو شيء. فأنت ما تقول لي جايب شيء من جيبك. هو سيد يقول أنا ما لي شغلة، فماكو فرق. يعني الله سبحانه وتعالى يعني راح يبطل ويسلم لهم الأول والتالي ويهج ويهج. دخلي أرقعك بصاروخ هسه، زين أرقعك بصاروخ تصعد عليه وعدل قبل للجنة، ما بيها أي دقلة ولا شقلبان ولا أبد. يعني معقولة قناة بيها 600,000؟ والله راح تخبل. هل من اليوتيوب المبارك أو اللي نايمين عندنا على فادنا؟ وكل وشرب وسوى قيمة وتمن ووزع لهم. يعني شون وياكم احنا؟ ها؟ يعني طابين للقناة شنو؟ وش تريدون؟ أريد أفتهم شو تريدون؟ وحق الله اللي ما يسوي لايك وشير أودي للخرابة يا زينب، وانت تعرفون هناك ايش راح يصيح. زين بالخرابة أخليه يستلم هزاع ويصيح للصبح، أخليكم يصيحون نظيمة حبيب للصبح، يخليكم يصيحون هيج. ما لي شغلة، انتوا بعد بكيفكم تروح للخرابة تصيح يا أبو فاضل؟ ما لي شغلة، هذا جماعتكم يموتون على يا أبو فاضل ولا دين الزفرة يا أبو فاضل. صدق أنا يعني دني أيام شبابنا أيام النضال رنا حب. والله يا رنا شو سوى، ما تقول لي أهم شيء أبو فاضل. أنا قاعد هنا أنا وصيحة يا أبو فاضل، وكنا دلي أيام زمان من كنا اللي يفهم. يا سبحان الله، ما يقولن يا الله أبد، يا أبو فاضل كله يا أبو فاضل. اسمع خلي رجعك برواية واسمع. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أمير كان عمره على أكثر التقدير 3 أيام. أمير المؤمنين على يعني قدره كان عمره 3 أيام. يلا حضر كلينس ودمعتك و ألطم إيدك لي فوق حبيبي. لعله أقل أيه. قرأ القرآن قبل نزول جبرائيل على رسول الله 10 سنوات. يعني علي كان عمره 3 أيام قرأ القرآن بالكامل. هذه صاروخ درنفيسي قرأ القرآن عمره 3 أيام قبل نزول جبرائيل على الرسول 10 سنوات. يعني شو أسوي؟ أشق هدومي أصير مثل هذا شو اسمه هذا نجم الربيعي؟ ما عندي شو اسوي يعني مو خبلتوني خرب دينكم. زين والله راح اصير مثل نجم الربيعي، بس املخ كلينس وورق. يعني نازل على شو اسمه القران نازل على علي وعمره 3 أيام
وقراق كله زين شغل الرسول الشان لعد ها ها شو يعني شغل الرسول الشان اريد افتهم اريد افتهم شعبنا شو اسوي لكم سادتكنا نعل على عزيز المخرج طفي الكاميرا خرب دينكم لا يا ولد السفلة لا يا ولد اللي تشقلبت وصاحت يا ابو فاضل للصبح ما بقى شيء ما سويته شعب يحب يموت يصيح يا ابو فاضل يعني هسه تقعد تنهب هذه بس اهم شيء بالليل تسمع هذه للصبح تصيح هذه ماكو مشكله يا ابا ايدك لي فوق يعني شلون احنا ويا ذولا رحمه للحسين مالتكم ماده مو مالتنا دخلي ارجعك بروايه ثانيه زين بدي شويه ناخذ حبيبتي رنا بدي شويه نفتح الاتصالات اذا بيكم زلمه ذولا جماعه المضاجع العظام وتشريب اللحم اذا بيكم زلمه يطلع انا مو رجل دين بس اريده يقنعني ساني اعتبرني كافر وتريد تهديني اصير على مذهبكم فاريد تقنعني بشيء وتقول لي تعال هذا المذهب او الدين اللي احنا بدنا نمشي عليه واحد اثنين ثلاثة عسى ولا على صير منكم واجي الفندق الشريفة وهم صير حالي حالكم استلم اسمع اسمع هذه الرواية ام الاطفال مثل ضياء دامبي هم يتفل هسه عرفت الاطفال منين جاب طلعت هذه امه فاطمة ما اعرف من هي اي اسمع اسمع هذه الرواية و انا مالي ان شاء الله اسمع تفلت تفلت نعم في سبعة ابحر مالحة لعذبت اذا تفلت تفلة في سبعة بحور مالحة لعذبت هذه مو تفلة عيني هذه مو تفلة هذه فلاتر يعني نتمنى تيجي هنا البريطانية وكل البحار حول العالم وتجي تدفل وتسوي التحلية للمي رحمة للكاظم رحمة لابو الزب الكناس بس تعاي تفلي يمنا اي والله بس تعاي تفلي عندنا ويلا هي التفلة ترى بيها فوائد يعني كثير بيها فوائد يعني من الضوج من واحد تتفل بوجهه ومن اكو شغلات شقلبانية يعني مو عن عباث يعني يعني شون بالله يعني شون فوائد التفلة هواية يعني يعني ايه مرات ماكو يعني الناس ما تستخدم غير شيء بس يعني خب هاي الشريفة يعني تعرفون يعني شو اسوي شو اسوي ما تقولوا لي مواني هاي بالقوة انا ماكل جري زين وهذا يقول لك يقول لك تفلة اكو تفلة صح مفيدة يعني مرات تستعصي زين فالامور تستعصي فيحتاج لها تفلة بس مالي شغلة انا نيتي صافية انتو نيتكم خربانة زين تاخذوها بغير مسائل أنا إنسان على نيتي دا أقول أكو التفلة مرات بيها استفادة فأكو يعني إيه اسمع إيه اسمع التفلة وذولا اللهم صل على محمد إيه بعد في تفلة 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 إيه أبحر نعم مو نهار مو نهار أبحر وطبعا هاي السبعه ترى السبعه مو للعدد يا ايه سبعه بس احنا نقول كم بحر كم بحر انتم بعد بكيفكم ترى بالمره ايه سبعه ابحر ابحر فاطمه اذا وقعت فيها صارت عذب ايه
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إذا تفل لو تفلت 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 سبعة بحور مالحة عذبت سربعة لعذب. قال ولو أخرجت ظفر خنصرها إلى دار الدنيا لغشي الشمس والقمر. لو طلعت خنصر خنصرها وسوت بي محروقة صبعة. محمد تعرف شنو محروقة صبعة؟ زين أنا ما أحشي أنا نيتي صافية. يعني لو خط يقول لو أخرجت خنصرها وسوت محروقة صبعة شعبي. لا لا على بويش شعب. الحسن يا الحسين يا البطيخ رب. تفلتها تعقم البحر. زين تفلتها تعقم سبع بحور. زين وخنصرها ها محمد خنصرها سوي محروق صبعة. اللي يفتهم اللي يريد يعرف محروق صبعة شنو يروح للرفيق محمد يمر على ابو الذاتية ويختم له وبعدين ياخذ موعد. قرب استغفر الله والشكر. احد مبارك اليوم شو يخلصها. اسمع ابعد ابحر ما لها ضفر خنصرها وسوت مع الشمس والقمر لكانت أخشيت الشمس والقمر. ضفر خنصرها ومحروق صبعة لك روح. نعلى على والدي أكون. الله يطيح حظش يا أمريكا. الله يطيح حظش يا أمريكا على هالدقة الناقصة اللي سويتيها بينا. يعني علماء ومخترعين أجهزة ومكائن ضخمة زين زين وتصفية وتحلية المياه ومليارات يصرفون عليها. خب جيبوا فاطمة خلي تفل لكم زين أو يتفل زين وهاي البحار كلها تتعقم وتصير عذبة. وإذا طلعت اضفر خنصرها واحترق محروق صبعة. رفيق محمد رفيق محمد أنا راح أعطيك كل التليفونات اللي تسأل على المحروق صبعة وادعي لي. استغفر الله والشكر حبيبي. هذا طبعا احدى روايات ابو العرق اللي كان يحكيها بنية صافية. زين المواطن يعرف يعني المحروق صبعة محمد انا مالي شغلة. انت دا تقول محروق صبعة انا مالي شغل. يعني سشون بالله ها بزع اطفرها الاطفر اذا طويل. انا نيتي راحت بغير مكان فما اعرف بالضبط شو يقصد السيد. انا بعد انتو شقلبانياتكم انا ما مسؤول. انا رجل محافظ. رفيق محمد رفيق محمد اللي راح يسأل على محروق صبعة راح اعطي تليفونك وإيميلك وحتى عنوانك. خلي الاسمو سرة وبعد ما لي شغلة. والله بعد ما لي شغلة. أخ يا الله دخل هاي الرواية الأخرى. طالب أعطى الخطط العامة لزينب لإدارة ملفات كربلاء. لحسين قعد لحسين قعد هو قاعد بالش اسمه شو مصيبه ما قاعد بالفيلق الرابع بالعماره كان وجمع الخطط العسكريه كلها
وقالها للمراسل نزار، كان مراسل ماله مات الحسين، هو شغله مراسل يعني. وياك نزار، مو كل القاده تحكي بصوت الرئيس، مو يعني هي هاي القاده لازم تحكي بصوت الرئيس. قال يا ولد نزار جبنا الجنطه مالتي. قال اي نعم سيدي. فاجى جاب له الجنطه، ففتح الجنطه قال له تعال زين يا بنتي، هاي الخطط العسكريه شلون تحمين بيها كابل. اي فاسمع شلون الخطط العسكريه. أيه. وصاحبة فضل ومقام أعلى من جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وأم حازم وأخيتك الشقرة سمت. أنا أطلع خال جهالك لأن مبين يعني أنت أني الرضيعة كانت يمي. والله استغفر الله والشكر. أخ وقل لك ليه شعب، والله شعب يخرب على الفراش يموت على الفراش. هسه يطلع هذا أبو اكو واحد ساقط برنامج عنده لطام كلب ابن 16 كلب، ياخذ مقاطع من عندي زين عنده شو اسمه مقاص ما اعرف شنو، اصاير لوتي على كيفك على كيفك رفيق لطيف، مو اطلع لك انا بالشاشه واكسر شو اسمه بيك ابن محازم، ابن محازم صاير شريف عقده براسي وصاير لوتي. شو اسوي؟ هو هذا زمانكم، زمانكم اللي هو زمانه خرابة نعلى على والديكم، شكو واحد الله مطيح حظه يشمر علينا. اخ اسمع والانبياء للعزيز يعجبني واسك من نفسه قوي، يعني هذا افضل من لقمان الحكيم. ايه. واضح وافضل وافضل من بعض الانبياء زين. يعني شلون مصيبة هذه الخطط العسكرية اللي كانت موجودة عند الحسين أخذتها فاطمة ما أدري زينب ما أدري منو، تعتبر حتى أحسن من الأنبياء. آخ شلون وياهم؟ شو راح يخلصها وياهم؟ أيه. سمعت صوت يقول حسين غريب، فلما ادور اريد اياه يقول حسين غريب، دورت ما لقيت، لقيت سيدنا شفت عصفور على الشجره هاي يصير حسين غريب. لا عالم الحيوان ولد سير النعل ولد سير القهوه، تعرفون انا كردي نستخدم قهوه ما نستخدم حذاء زين. اقول له مشيت بالصحراء لقيت واحد صوت صحيح حسين غريب حسين غريب، أباوع الشجرة وينك شجرة بالصحراء. طلعت العصفورة تصيح حسين غريب. يعني والقرآن عالم الحيوان، دولة عالم الحيوان وحق الله زين وحق الله. يلا يعني افتح اتصالات وعيوني صار هسه افتح اتصالات، بس خلي ارجع شو بهاي الرواية. أول شيء باكر صنع فيلا من طين ثم طار به الى مكه، زار بيت الله الحرام ورجع للمدينه. باقر صنع فيل من طين راح به لمكه وبعدين رجع الخالطه الشقره. والله على ابوكم لا ابو اللي يصدق بيكم لا ابو اللي يؤمن بيكم. ايه ما هزاعه تريد ما هذه الضجه، ما اقدر هذا الحجي هذا الحجي يعني ما اقدر اخالف له شيء ابد ابد، لا بالعباس لازم اطلع له. ما روايه ازاع هذه الروايه سويت لك اياها كوبي رايت، يعني ما حد بعد ما حد يقدر. يلا يعني اكو روايه راح تجي هذه بيها دموع وبيها خرابه وبيها كل شيء، فحضر دمعتك ابويا حضر دمعتك. محروق صبع يقول. ما هذه الضجة؟ ما هذه الضجة؟ اسألكم سؤال. اسمع عيني وانتم كلكم هويلي، ليش هذا الشيخ نايم مع السرير؟ لان شيخنا انت تحب فراش وشعب يحب فراش ويسمعك.
انت على مود هذه ايه كمل. خلنا بتجيك شوية وبعدين حبيبتي قصة الزينة زينة 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 يا أبي يا زينب اخ يا أبي زينب زينب سوت بينا زينب 1400 سنة طلعت بنص الليالي وبالخرابة وهجمت بيوتنا وطيحت حظنا لليوم زين يلا عين ما هذه الضجه من الخربه هاي هاي يا تهزع حبيبتي رنا حبيبتي رنا ارسلوا الي هذا ويلي عاده ولا مصطفى ولا حميد سيد علي البنيمه كلهم دول سعد رقية الا ابويا شتموني شتموها شتموها يعني واحد جارها من راسها ويشتم بيها وبس ما اعرف عن نيته طارت بغير مكان انا اعرف من واحد يجرر والله لا على والديكم والله لا ضحك العالم عليكم والله لا ترجم الفيديوهات هذه بكل لغات العالم واخلي الناس تضحك عليكم ولو انتم مضحك شيهمكم ويضربوني شلون ضربوك شلون ضربوك يعني انت طبعا تصيحين من واحد يضربوك يعني تصيحين وخاصة يعني من يطلع الرمح حبيبتي رنا والله يا والله الرمح و هم ضاربيها ومبتشيها اي واسمع ويا الصوت الثاني حين زين هذا شلون واحد يصف النية وياه اي هزاع يعني هاي بالانجليزي شلون اترجمه ماي محروق الصفحة شو اكتب بيها شو اكتب بيها هزاع نار طيّة تقلّ ويا 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 نسباني ما اخذيها شو اسمه تبيات الرقية شاشتر دين يا ابوي شاشتر دين ويا ما اشكي ايدك ليفك حبيبي نسباني ولا اقلك حسن الترجية حتى من الترجية هيك ماكم شغل الفرنسي الترجية وشعار انا نيتي صافية بس انتو نيتكم اعرفكم انتو البعثية زين انتو تحبون شو اسمه الرمح جماعة الرمح انتو يا ابو لا والمطايا قاعد تبكي اخي يا ريتك تصرخ اصرخ عيني اصرخ سلماني اكتبوا تعالي هو الوضعية مالت الرمح راح تجيكم بس اني يقول لك اللي يتمتع كل قطرة عرق تنزل منه 70,000 ملائكة تصلي لك على النبي زين 70,000 ملك يصلي على النبي يعني انت تتمتع كل ما انت مطورك قوي وهي تصيح يا ابو فاضل وتعرق كل قطرة عرق تتحول 70,000 ملج ملج اللي يملجكم هنا على ابوكم ولد الزايرة والله لا انا على والديكم ميتك موتاني يا ابوي شعب يحب فراش وحق الله هاي صدق ما شعب يحب فراش زين هذا المنعول الوالدين ابن الزايرة ابو برنامج مقاص زين من قلت شعب يحب فراش قاصه ويطلع قابو يا معود هاي وين رفيق لطيف يقول لي والله عمي اشتهرنا الحمد لله والشكر صير مثل العلويات عيني يلا عيني عندكم فراش السيد ترى هو شغله الفراش اللي ما عنده فراش يطوف فراش السيد هو شغله يجيب فراش يودي فراش يناوش كلينس يناوش كلينس للدموع مو الغير شيس نيتكم صفوه رحمة للرزة زين للرزة يناوشكم كلينس ايه
حضركم فراش لو ناس تعطيكم مية وناس تصيح حلال آخ يابا وناس تشيع ناس الجمال آخ يابا بس أسئلك بالله بداعة الحسين اسمع اسمع بديش الليلة زينب يا أنطى فراش هزاع انت طيت الزينب الفراش لو اشتغلتها على الميز لو على الكاونتر بس نيتك تكون صافية ترى الرمح حاضر من طيت زينب فراش اعترف قبل ما شو اسمه تصعد فلقة ها بربكم بربكم هم هذا واحد صدق يعني يقعد يقعد يسمع لهم ويبكي منو 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 شو اسمه مطي فراش زينب زينب ما يهمها كانت بالخرابة بالخرابة كانت ولد محازم انت شعدكم بالقناة هنا ها ولد محازم ولد محازم أليفكم هذه القناة ما تليف لكم أنا الوالديكم لا تجون هنا لأن أعطيكم فراش مثل زينب وخلي الأدمنية والموجودين كلهم يتمتعون بيكم وكل قطرة عرق تنزل منهم بيا 70,000 شو اسمه أي سرسرية بديش الليلة زينب شلون نيمت العلويات هزاع شلون نيمت العلويات صفوح قفوة يخربون عن النوم بس قولي له تعاي نامي راسه بدون ما تسأل ليش يعني من خبرة يعني داعش لكم خبرة العلويات يسكتم ويسكتم يسكتم هزاع يدري جاب لهم صوماليين العلويات يبشن ليش يبشن انه معروفات يصيح عن ابو فاضل سيبشن ليش يعني ليش شو مسوي لنا هزاع نيوم من فرنسا الجواب على ال انا اقتنعت رأي يعني شو اسمه ايه تقول اسمع نويل يا بي اخ يا بي ايدك لي فوق حبيبي اني ما ادري نضيها يعني شوف صرت رادود وحق الله يمكن بعد كم شهر اطلع اصير رادود وصحي ابو فاضل لطيف الكربلائي الكهربائي نام اجاك الرمح نام على الرمح اخويا زينب تقول نام على الرمح زين هذا الرمح شلون نومته الرمح هو حاله وحده درنفيسيا راح اصير اخوكم الرادود الحسيني لطيف الكهربائي واشتهر بالعكس راح يعطوني جنسية لينصر واحد منهم واخذ جنسية واخذ كل شيء لان بعد صرت رادود الله رفعني ايش احكي والله يلا عيني زينب غافية زينب الليل ما مر عليها وزينب غافية اذا زاع مستلمة فرنسي شلون تنام سوالف دافية هم يموتون على السوالف الدافية السوالف الدافية خلنا ناخذ هذا اتصال جوهري اخ يابا اخ يابا الو نعم الو مساء الخير مساء النور شلونك ابو عمر الحمد لله بخير أسلم على متابعينك واحد واحد واسم اسم الله يسلمك ألف هلا بيك أنا قاعدة أسمعك طبعا واحد يستغرب هيجي شغلات تصير بالعراق والله العظيم يعني يا أختي هذه المسائل تبكي يعني أب توصل درجة بي ودي بنته تهدر هالشغلات يعني حيوان صغيرة هذا أختي يعني لي وين وصلونه أختي هذه مو مشكلة أنا وصلني فيديو
واحد اغتصب اخوه يعني الله راح يذب حجر، يعني مو بس حجر، راح يذب نار من فوق بعد. هسه دخلي يسويها رحمه للرز، خلي يذب نار، يذب قنابل، يذب فراش، ما باقي شيء، والله ما باقي شيء. واحد يغتصب اخوه ابن امه وابوه، ومو مو بنيه، اخ، يعني ترى مصيبه ذولا. تحكي ويا واحد، ايه تحكي ويا يقول لك هذا صاحب العصير والرمان، اي دا نتمرض، والله دا نتمرض، يعني تصير بينا حالة نفسية، شلون هيك ليش لهالدرجة صار بينا؟ يعني صدق ألف رحمة على روح صدام حسين، ألف مليون رحمة. زين يعني منين نبلش؟ من المساخة اللي صارت هسه، الزبالات الجوية صاروا علينا أسياد، ما هي باب العراق ما باقي بيه أهله كلهم طلعوا مطشروا. ما هذه أختي الغالية، هذه سياسة الغرب، هم ليش جوي يريدون يطهرون العراق من العقول، من التفكير، لأن العراق دائما خطر عليهم، عندنا نوابغ كل شيء يسوون، قال لك هذا خطر علينا، هذا لازم نفرغه نهائيا ونجهله ونخليهم هيك، هذا نلهيهم بالشريفة وبالفنادق وبالمتعة، وخليهم يعني ما أعرف. أنا تعرف صراحة أنا أشتغل كاستمر سيرفيس، نعم، لا أو قبل الكورونا طبعا صارت وياي شغلة. جد إجا واحد يحكي إنجليزي دائما إذا مو يومي أسمعها بين يوم ويوم، أنت منين زين. اللي يقول إيطالي، واللي يقول فرنسي، واللي يقول ما أعرف شنو، واللي يقول أرجنتيني، بابا عراقيين أشوريين أصليين، افتهموا اقروا بحث على التاريخ، درسوا بالكتب، أستلح يحفرون الحجر دي يطلع دي ينطق هاي البلد المن. زين جيت وعشت ترعرعنا، كنا سوا يا بابا، كنا إخوان والله العظيم. كان حتى جاي ويا وحدة، هو مو عراقي، أي. طبعا يومها صدق تأذيت عني، يومها ضل دي يسأل، فقلت له أني عراقية أني أشورية، كان يقول لي تعرفين هيك عبالك رايح خربتوها علينا، دي يقول لي بالإنجليزي I visit Iraq 5 times, I'm gonna visit 6 times before the winter finish comes. من قال لي هيك، قلت بقلبي ايه اني اجي ابا، هو قلت له انيالك رحت واني البنت البلد بحصرة علي 30 سنة ما ازور. ايه واتذكر هذا الشاعر الله يرحمه مهدي الغضير، شو اسمه مهدي الغضير، غضير هادي، ليش غير يشمك واني لا، ليش يعني شو مسوين احنا بهالدنيا بحظنا، يروحون وايراني كان من لهج تعرفت، بعدين سألته قلت له انت منين، كان يقول لي انا من ايران، ليش يا بنت، قلت له ليش دا تروح، دا سأله دا يقول لي رايح للزيارة، هي هاي الزيارة دي علموها بالشيوخ لهم الملالي، هاي الزيارة هاي الزيارة دي علموها، والله خمس مرات يزور العراق بسنة واحدة 5 مرات. اي هو ايرانيين بعد اذا ما اساكو واحد يقدر يحكي على ايراني بالعراق، لا. زين هذا محمد الحلبوسي مطي 10,000 قطعة أرض الإيرانيين، أو 5,000 قطعة أرض الإيرانيين بالأنبار، الإيرانيين شو راح يسوون بالأنبار؟ نو بس يريدون يسوون اللغة الإيرانية بالمدارس، صح؟ يعني احنا صرنا يعني من هذول يقولوا لي لا كسرى بعد اليوم، لا ايش يصير هسه، هاي 4 دول سقطت بيت جماعة كسرى، شلون بعد؟ ايش ننتظر بعد؟ الله اللي يستر، والله صدق الله راح يستر، ما عندنا غير شيء. زين يعني كانوا ايران كانت على حافة السقوط نهائيا، زين رأسا قلبوا الموضوع، روح يا السعودية سوي صلح ويا إيران، رجعت إيران مرة ثانية، الريال الإيراني صعد مرة ثانية، ولا كأنه الشغلة موجودة ولا أبد. والله
هي أهم شيء مصالحهم أبو عمر، هي أهم شيء مصالحهم فوق، يدوسون أكل وأكل ماكو على مود مصالحهم، على مود الفلوس والدينار، على مود الذهب، على مود النفط، على مود شو بابا أخذوا كل شيء. هسه تركنا وجينا هنا لحقتونا هنا لوين؟ ماكو لا ذاك الشعور. يعني شفتي إيران يعني سقطت، مظاهرات بكل المناطق بكل المحافظات يعني نهائيا سقطت. زين ماكو اخبار عنها، ماكو نهائيا عنها. كل شيء لا كل شيء انتهى انتهى، لان شلون هسه الشعب العراقي الطيبين اللي باقين بالشعب قاعد وساكت يقول لك ما اقدر اسوي شيء بعد. فهسه حتى الايرانيين يعني هي كانت أقوى مظاهرة صارت ضد الملالي هي هذه الأخيرة، كان سقط النظام. أكو ناس بيهم هواية طيبين أنا أعرفهم هنا هواية ناس. لا لا أكو أكو إيرانيين طيبين حبابة كلش، ما لنا شغل بالشعوب إحنا. إيه إيه بس هاي الحكومة مالتهم واللي يشتغلون هي الحكومات وياهم. إيه بس أنا أعرف إيرانيين، أعرف يعني معاشرهم ناس طيبين فقرة يكرهون الملالي، أريحيين يشاقون يضحكون. هذول اللي يريدون يصيرون إيرانيين أكثر من الإيراني هذول الزبابيق اللي عندنا. هسا هاي الشغلة جاية اللي طلعوا ده شفتها بالفيديو، أطفال شباب عراقيين بالسجن خطية بالسجن، يعني أطفال طفل عمره 10 سنين 12 سنة نصهم يتامى كلهم سنة. دي يقول لك ليش يعني شنو السنة شنو الشيعة سموه محمد واحد مو علي واحد ما أفتهم. أنا ما أفتهم الدين ما الإسلام، بس يعني مو تابعون واحد قرآن واحد عندكم، يعني شنو القصة؟ لا هذول هذول حتى الشيعة ما يمثلوهم، لأن عندنا إحنا الشيعة وسا موجودين شيعة ويانا بالقناة هنا أنا ودي يعلقون مراضين. زين هذول مو شيعة ولا لهم شغلة بالإسلام ولا لهم شغلة بأي دين. هذول شنو هذول اجوج وما اجوج ما افتهمنا ايه هم بالضبط هذول. بس دخلوا شلون عرفوا يدخلون للعراق وعقليتهم باسم المذهب وعلي والحسين والعباس والخرافات، واعتبروا ايران هي عاصمة التشيع بالعالم طهران هذه، وعلي خامنئي يعني يطلعون هذا الكذب. اكو مغارة كل شهر يروح يفتحوا له هذه المغارة، موجودة بالانترنت شوفي، يفتحوا له هذه المغارة ويسدوها، والله يدخل ساعة ويطلع. بمن التقى بالمهدي، والمهدي طاع تعليمات شي يسوي، وهذول الغبران يمشون وراء هذا الكلام. يعني اكو عقل يشيلها واحد يطب بمغارة يقعد ويطلع يقول لهم المهدي قال هيك والمهدي قال هيك، يلا اتبعوه. مستوى درجة مخرفين، لا دراسة لا علم لا حياة، لا مثل ما تقول ما حاسين بشي، تعودوا على الحار تعودوا على البرد تعودوا، فما يهمهم بعد. فمن يجي ما يديرون بال، ياهل يجي يوديهم يمنى يسرى يلطمون بيهم ماشي عندهم، يموتون من الجوع، يموتون من ماكو كهرباء، ماكو علم، ماكو طب ماكو. زين على العموم أخوي يعني مشكورة منك، ألف هلا أختي الغالي، ألف 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 سلمي على كل متابعينك إن شاء الله، والله يحفظك ويحفظ يبارك ويحفظ بلادك ويحفظ عراقنا يا رب. الله مع السلامة أخي. مع السلامة مع السلامة. أخي أبي أخي أبي أخي أبي الو الو خير الو الو مساء الخير. صوتك دي يقطع، تسمعني واضح استاذ؟ ايه هسه واضح. ايه حبيبتي ريم رنا، عشان اسمع صوتك. شلونك؟ الله يسلمك حبيبي، الله يسلمك اخويا. عرفتني مو؟ ايه عرفت عادل العراقي. ايه حبيبي شوف، الله يخليك، شفت الصوره تذكرت والله مشتاقين هواي نسمع صوتك صراحه. الله يسلمك حبيبي، الله يسلمك اخويا الغالي، الله يسلمك. استاذ لطيف ما راح اطول عليك العاده، بس كنت بدي اخذ رايك على موضوع مهم على مود هاي القمه العربيه صارت مال السعوديه.
بلكي تفهمنا يعني شنو هالمواضيع هاي اللي اختلفت هسه بالجديد. سوريا رجعت العلاقات وياها ويا الدول العربية، ومواضيع ثانية مثلا هاي مواضيع سالفة إيران وما إيران. بس أريد بفهم منك شنو الموضوع هسه، شنو تغير، شنو الجديد؟ اجتهم الاوامر يا اخي، دول قادة الخليج غالبيتهم هم كلهم موظفين بدوائر المخابرات العالمية. زين سووا هيك سووا هيك سووا هيك. هذا بشار اللي قتل نص الشعب وهجره رجع، ولا كأنه، وسووا اتفاقات اعادة اللاجئين وكل شيء تمام والاقتصاد تمام والبلد راح يرجع. وزين قمة عربية، زين زيلينسكي ايش عنده هناك؟ انت افهمها شويه يعني براسك. والله يا استاذ انا على هذا السبب بدي اتصل بك. ايه؟ انت يعني عندك تخصص بهذا الشان، ويعني احنا بالنسبه لنا ما توصلنا معلومات اول باول، بس من التلفزيون. بس انا اتمنى من حضرتك توضح لي يعني لا لا زيلينسكي ليش هناك؟ لان اوروبا وامريكا وكل الدول الداعمه لهذه الحرب فلست. من عندهم الثراء؟ من عندهم الثراء؟ الخليج. فقالوا لهم راح ندزلكم هذا. يعني هم ما كفوهم حلبوا الخليج هسه بحجه زيلينسكي. زين زيلينسكي ايش عنده بالعراق؟ احنا شنو شغله بكرانيا؟ والله هي هاي شغله تحير محمد. يعني حضرتك انا مستغرب، ما انا يعني توقعت راح اسوي حلقه على الموضوع هذا، يعني الموضوع لا كلش غريب. انا بعد ما احكي بهذه الامور، لان الوضعيه خربانه. زين انت يا محمد الشيعي الارجنتيني، ليش ما تحكي لنا على الخمسة مليار دولار اللي امرت تعطيها لزيلينسكي وما طلع اي خبر عنها لحد هسه؟ خمسة مليار الزيلينسكي زائد اسلحة. زين انت العراق محتاج اسلحة، العراق زين ليش تعطي اسلحة غير الاوامر جتي من عمهم امريكا وايران وغير هالسوالف؟ زين مو ايران ويا روسيا، شلون العراق اللي هو ويا ايران اللي تابع روسيا تدعم 5 مليار زيلينسكي؟ زين افهم اللعبه، افهم اللعبه. ترى هذه كلها افلام، هذه افلام. اكو دول، شوف انت قيس على هذه، اكو دول عندها اسلحه من ضمنها هذه بريطانيا قبل ما حرب روسيا دمروا دبابات حديثة صنع 2020، دبابات حديثة 250 دبابة أو 280 دبابة، صناعة حديثة بريطانية، فلشوها دمروها تدمير. ليش؟ لأن ما يقدرون يعني صيانتها غالية فدمروهن. زين ما باعوهن، دمروهن لأن صيانتها غالية. سووا شلون احنا يعني هذه تجارة سلاح وكذا، العالم هادئ، شعلوها بروسيا. اكو دول عندهم اسلحة صيانة تكلف، فلوس تكلف، جنود ما جنود ما يريدوها، اخترعوا لهم هذه الحرب. هسه شوف شكو دولة بالعالم عندها زبالة سلاح دزوها لأوكرانيا حتى تتخلص منها، وثاني شيء تتدمر حتى أسلحة جديدة يتم تصنيعها جديد. هذا مثلا أمريكا، زيلينسكي قال لهم اعطونا طائرات F-16، قال لهم احنا ما نعطيكم F-16 بس روحوا لأوروبا، اكو دول تملك F-16 ومن ضمنها العراق، روحوا هم يساعدوكم. ليش؟ امريكا اذا اعطت F-16 قانونيا راح تصير هي في حرب مع روسيا، بتعرف؟ فدائما شو تسوي؟ تحارب بذيولها. شلون عندنا احنا ايران ما تدخل، حقهم يعني دول الزبابيك
من يقولون إيران ما عدا جيش بالعراق، إيه صح ما عدا جيش، بس عندها زبابيك وعندها ذيول هي اللي تمشي أمورها. فأمريكا تحارب بذيولها، ذيولها منو؟ أوروبا، فلان علان، هي مباشرة ما تدخل. وحتى تطمينا لروسيا، شوف شوف السياسة، قالوا الروسيا حتى لو أوكرانيا حصلت على F-16 احنا حذرناهم بعدم دخولها الى الاراضي الروسية. زين انتوا داخلين حرب بين دولتين، شنو تحذير شنو للدخلين الحرب؟ هي حرب، ادخل باللي ادخله، ما تقول لي اوقف بفلان مكان. زين هذا زيلينسكي اللي مليار وستمائة مليون باون عنده هنا في بريطانيا، وهذا ابو كفشة كان رئيس وزراء هنا، راح الاوكرانيا وسلمت جواز البريطاني، قال له عندك عقارات وعندك هذا تعال عيش هنا. زين عنده فيلا ب 22 مليون دولار في ميامي ومليارات حول العالم، وهو يحب يشتم العطور، افتهمني زين، يشتم العطور، صار في الفلوس غالبيتها على خشمه وطز بالأول والتالي. زين العراق ويا إيران، إيران ويا روسيا، زيلينسكي اللي هو ضد روسيا ايش عنده بالعراق؟ اقعد فكر بيها. هو هذا السؤال، لعبة. هذا السؤال اللي حيرني. زين جاب الحامي على الشامي. زين بس خلي اوصل لك الفكره يعني مختصرا. القمه العربيه حضر بيها بشار الاسد المدعوم من روسيا، وحضر بيها زيلينسكي المدعوم من امريكا، وسبحان الله اثنيناتهم تواجدوا بنفس القاعه. شنو تفسيرها؟ ويتصافحون. اي زين ويتصافحون. فالفيلم يعني صار واضح حتى للطفل، بس احنا مصيبتنا اكو كثير ما يقرون ولا يتابعون اي شيء، هاي مقضيها نسوان وبنات وشرب وعرق ومرق. هذه السياسات الخارجية ما الدول من بريطانيا لأمريكا لكذا، هذولا يسوون أبديت للعالم لتعرف بحروب بقضايا اقتصادية. طبعا أوروبا انتهت اقتصاديا، انتهت هذا شوية ألمانيا. بس حضرتك أنا 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 عايش بأوروبا وبدأ أشوف بعيني، أنا حاضر الوضع وبدأ أشوف بعيني. ديشتكونوا عندهم معاناة هواية من غلاء الأسعار، وعندهم ارتفاع بالغاز والكهرباء، وعندهم اللاجئين الأوكرانيين يعني ديجون عندهم بصورة غير رسمية، تعرف أنت يعني حرب. ديشتكون من هواي أمور، هاي بالمستقبل القريب مو البعيد راح تأثر، يعني راح تسوي مشاكل كل شوية. يا أخي يا أخي أمريكا من زمان من زمان من صار الاتحاد الأوروبي، أمريكا بلشت تحفر شلون تدمر هذا الاتحاد الأوروبي، لأن أمريكا ما تريد دائما أي قوة تصير قوية مقابلها تدمرها، ما تريد تخليها. فعلى مدار هذا الثلاث عقود من الزمن تحفر الأوروبا، وما يسموها القارة العجوز. كلامك صحيح حضرتك. تدري شلون احنا عرفنا بالخياط، خياط شلون نقول الخياط الابره التي قسمت ظهر البعير لما بريطانيا طلعت من البريكزيت سلكت نفسها؟ ذاك الوقت كان عندهم الاوروبيين احساس انه اكو شيء اكو ملعوب راح يصير. اي فجأة يعني فجأة بريطانيا طلعت. انت شوف هنا قبه لله، يعني بس اي فتيله وتشتعل، الشعب صدق قاب يعني ما بيها مجال بعد. صح. زين صح حضرتك عندكم هواية ارتفاع، يعني توصل لي اخبار عندي اصدقاء كل شويه مو بس يشتكون هواية من الايجارات، من الايجارات يعني مبهدلتهم، يعني يشتغل واحد بيوم 80 ساعه بالاسبوع ما يلحق. هو مو شوف هي الحكومه، يعني هاي حكومه المحافظين يسموها حكومه المليونيريه، لان هم غالبيتهم حكومته او عصابه او داعمين حزب المحافظين كلهم لاندلورد، يعني اصحاب العقارات، ودائما في البرلمان البريطاني يمشون كل قوانين لاصحاب البيوت والعقارات، فما يهمه
ما يهمش ايش قد يصعد السعر، ايش قد الايجار، هذا كله فلسين ما يشتروه. هنا صاحب البيت او البنايه هو نوت تاتشبل، يعني ما يلزم، ما حد له شغله، ولا تودي محكمه، ما تقدر. صح، لان القوانين اللي دا صنعوها دا صنعوها الهم. نرجع الى زيلينسكي شو يسوي. زين خلي تطلع عصابه بغداد تقول اللي هي ايرانيه وايران ويا روسيا شلون تطون 5 مليار زيلينسكي. خلي نكرون، خلي يقولون هذا الرجل كذاب. واكيد هاي الفلوس يعني من حق الشعب، هاي الخطيه العالم اللي قاعد. زين 5 مليار خمس حلو قوم وراحت لاوكرانيا 5 مليار. ولا قاطعك استاذ، قبل فتره، قبل سنه سنه ونص كلها كانت تشتكي من غلاء الاسعار خصوصا الزيت. من قالوا ان الزيت ارتفع سعره من 5000 اتصور لحد صار ما 17 ما ادري ايش. المهم يعني ارتفع سعره مرتين، والله شنو سبته؟ حرب، الحرب بين اوكرانيا وروسيا. هسه احنا فوق القرار نجي نقعد ندفع فلوس لزيلينسكي يعني لا مو غصبا عليه. شوف غصبا عليه صح، الحكومة إيرانية بس بدعم أمريكي. ما إيران وأمريكا ترى نفس الش اسمه، ترى لا أكو شيء. أستاذ هاي 5 مليون دين، لو هاي 5 مليون راحت يعني بأنها زنوا في الجيب. لا لا ما ماكو شيء اسمه دين. لا لا هذه دعم للأوكرانيين على أساس قضية إنسانية. شنو الوضعية هاي؟ ما شاء الله يقول لك كريم وجيبه مزروف. لا لا مو أنا إذا أقول لك 5 ملايين للشعب. أكو شغلات كثيرة أنا عندي، بس تعرف شنو ليش قمت ما أحكي بيه قبل؟ تذكر فيديوهاتي قبل سنوات إيش قد كنت أحكي بالتحديد وش يصير وكذا. ليش سكتت بعد؟ ليش ما أحكي بعد؟ لأن دا أحكي ويا شعب صم بكم عميون غالبيته. كلامك صحيح. لا لا غالبيته غالبيته لا يسمع. نعم نعم غالبيته لا يسمع ولا يريد يسمع. اعطي زياره، اعطي لطم، اعطي تليفون، اعطي سياره جديده، سوالف مكسره، بنات، مخدرات. هذا هو هذا ديردو. زين فمشى حبيبتي رنا. فاني استاذ لطيف انت بالنسبه لك عاشتك على المعلومات اللي تعطيها قبل وبعد. احنا انا بالنسبه لما اتصل عليك انا استفاد يعني. اكو ناس من مثلي حضرتك يعني يتابعون البث، يجوز يعني 1 2 3 اذا حضرتك طلعت معلومات ما موجوده على القنوات الاعلام هم نستفيد. ابويا يعني ابويا انت هسه مجال غيري. هسه انا مو قلت لك هالقد الطاو وكذا، وانا اقول لك معلومات. نعم. اكيده وما دا اجيب لك من جيبي. نعم. يعني معلومات أكيدة من جهات معينة أنا يعني معاهم. زين أكيد. بس أتحداهم يقولون ما دفعنا 5 مليار. أتحداهم. تعرف شنو تحدي؟ يا وجه هاي تأثر حتى على باكر عقبه مثلا يقول لك انتخابات وما انتخابات. الجمعة قامت هسه تلعب لعب من جو الطاولة. فأخويا اللعبة قبل عقلياتهم حتى اختلفت. اللعبة مكشوفة، دول دي يسوون أبديت للعالم. احنا جماعتنا ملتهين بالدق واللطم والرقص. لا تعرفها هي لطمية، تعرفها هي رقص، ما تعرفها شنية. زين دي يدفعون فلوس يعني. راح اختصر لك اياها على السريع لانه حتى اعطي مجال غيري. شوف هاي المواضيع هسه حضرتك ذكرتها دائما على البث، هاي هي اصلا شلون اقول لك راس الحيه بريطانيا. اعذرني يعني لان انت حضرتك عايش هناك. لان على ابوهم حشاك على ابو 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 الملك يا بريطانيا قبل ما تبوه. بس هم متقصدين يجيبون هالنماذج هاي حتى يجهلون عامية الشعب، لأن هم ذولا أصلا يعني من فترة الحرب، من صارت الحرب لحد الآن لا علم ولا فهم وناهيك عن المخدرات. هذا الشيء هم مجبرين إنه يتلقوه. فأنت تعب نفسك حضرتك هاي يعني الأمور كلها هم يعني رأس الحياة بريطانيا دارستها دراسة بحيث تعرف هي إيش قاعد تسوي. وهذا الشعب كله خطية يعني معاني. فأنا 9 مليار راح كله بالزلك. أنا من أحكي لك هذا الحكي والله ما دا أجيب لك إياه من، وعندي معلومات كوما بس ما حضرتك بعد ما يفيد. كل شيء واضح. ما يفيد. لا كل شيء واضح. بس حضرتك أنت تريد تخاطب واحد حشاك يتعاطى مخدرات صبح وليل وحاط لك الحباية جوا اللسان يعني. هذا أنت تعتقد إنه أنت الكلام اللي تحكيه راح يوصل دماغه؟ أنا ما ليش أقول لك يعني ويا ما نحكي ويا واحد عقله بالرمح وإن زينب حطت الرمح وما أعرف شنو.
هذا شفهم بزيلينسكي بخمسة مليار، هذا ايش راح يفتهم؟ مع احتراماته يعني لاخوتنا الشيعة، يعني تقريبا لا لا انا ما دا اتكلم على الشيعة، اهم الشيعة ما لنا شغلة بالشيعة، من كلامي الشيعة مساكين، الشعب العرب قصدي مساكين، يعني تغرغر بيهم، صاروا هم اقلية لا حول ولا قوة، فاجوا هذول من 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 بريطانيا راس الحية، جابت هالنماذج هاي اللي قاعد تعرضها حضرتك زين، عامية الشعب مخدرة، جهل، ماكو دراسة، كل شيء ماكو تخلف، فاكيد هاي الاقلية يعني يقول لك الخير يخص والشر يهم. أخويا يعني الوضع شوف من أنا يعني الشهر السابع راح تعلق علقة بالعالم، قول هذا الرجل قال لي إياها. حضرتك كلامك صحيح، أكو واحد ملو طولة تعذرني، أكو واحد إذا تعرفه ما يعني ما أعتقد أقدر أجيب اسمه، يعني هو شيخ عالم، يعني هو تخصص سياسة، يعني ما أعرف شو طبطت هاي، هو شيخ وعالم وتخصص سياسة، قبل 10 سنوات هاي المواضيع هسه اللي قاعد أصير كلها حكي بيها تنبأ بيها زين، يعني أكو شغلات ما أقدر أحكيها هسه حضرتك بالاتصال لأنه صعبة تنحكي، مو كل شيء نحكي على الاتصال أو على المواقع الإنترنت، بس هذا الشيخ حكي هواي امور حضرتك انت همين واحده من الناس حكيت بها انه هذا الشيء راح يصير وجه راح يصير، وهاي كلها مخططات عالميه. تتذكر قبل سنتين من قلت الصلح السعودي الايراني جاي؟ صح، حتى من اقول لك انا سيد ما تصدق. بركاتك سيد، كل مصفق وحوت ومسح بيك بس لا شاور لي. لا ما شاور، انت ماطور رفيق ويا انا، خلاص ما شاور. يعني عشتك على المعلومات، الله يحييك، وانا احييك وان شاء الله يكون بيناتنا اتصالات ان شاء الله. الف هلا بك اخوي، الف حياتي لكل المتابعين، مع السلامه. مع السلامه. يعني والله مصيبة وحق أبو جعفر المنصور، لا شجي أبو جعفر المنصور سيسبون، أقول لك هذا طاغية، هذا لازم شو اسمه نسوي له تقلبان. ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله أبو بيات، شلونك؟ حياك الله أخويا، بس صوتك ناقص شوية بالكيس. تسمعني هسه؟ هسه اوكي. صوتي واضح؟ تمام. انت تحكي على الوضع العراقي غير؟ اي؟ نعم. انا اعطيك اياها مختصر مفيد، تسمعني لو ما تسمعني. اي اعطيني اياها. اخويا هذول اشتغلوا على الروحانيات، يعني شلون شياطين يتسخروا لهم، شياطين النور المالكي وغيرهم، شغلوا ويروحون عند واحد. بيسخرينه ما الشياطين على هذا، هاي واضحة ترى، كنا علم إذا تباي الدراسة راح تداومين، اللي بيع سبح واللي بيع هذا هاي شغلتهم، فسخروا الشياطين بحيث تدري هاي جن والأرواح وهذا اللي يشتغلون بيها، يعرفون شون يسوون سواب الشعب، أجابوا لك عالم أو دارس أو حبيب ترانا. نعم فاهم صح، لو أنا قلطان ترى كلامي ما يجوز تقول هذا كلام القلط أو هذا، بس هاي الواقعية يعني. صح لو أنا قلطان؟ لا لا، أنا كل واحد أحترم رأيك، هم فعلا جو لتخدير هذا الشعب بطريقة ما، يعني مثل السحر سووا لهم وسووا لهم أفعال، نوموهم خدروهم. اسمعني اسمعني أخوي العزيز، أنت حتى من النجف طلعوا يا واحد قالوا له إحنا كانوا مثلا ننطيهم ويجون السياسيين نعطيهم خمس، ينطوني 5 ملايين أو فلوس بحيث أنا أخليهم يكبون البلد وسوينهم على تخدير على هذا الشعب، ما أجوا مثل يعني ثورة أو أجوا طلعوا وحاربوا ويا الشعب، شفتهم دومهم خاتلين ويسوون هاي الشغلات بحيث خدروا الشعب بالأرواح، بحيث جيبات جاي يملكهم هم ويسوينهم هذا الشغلات على هاي الشعب الأرواح، ما أجوا بتعب أو أجوا بشغل أو بشكل، صح لو أنا غلطان؟ صح صح، يعني محاربة أو حارب، صح لو أنا غلطان؟ أنت جاي تفهم قصدي يعني شو ماشي؟ صح لو غلط؟ لا أفهم، لا أفهم. أنا نعم. أنا أشكرك أخويا، شكرا نعم. على اتصالك. بس تسمح لي أتكلم يعني؟ تسمح لي أتكلم بعد يعني؟ تفضل تفضل، إيش عندك؟
بس لان اتصالات قاعد تجي. اي صحيح يعني. صحيح. بالنسبه يعني ليش يعني انا هذا السؤال يا خير يعني بالنسبه لي يعني حتى جاي نحكي يعني بامور هواي واحنا جاي نمر هذا وعندنا نظره مستقبليه للعراق، ندري الوضع العراقي راح يتحسن، ما ادري في اكو شغله ببالي راح يصير، وانا بدنا اقول شيء يعني يتحسن، يعني عندي نظره يعني تفاؤل يعني، ومن اقول الشخص يصير هذا فعلا يصير يعني، عندي نظره تفاؤل للبراك يعني. ولا نيس يعني، بس اكو شغله يعني شغله مهمه يعني وهي. شلون هي الشغله مثلا؟ يعني انا من معارضين هاي الحكومه الحاليه يعني. معارضين من 2003 لحد يومك هذا بالنسبه لي. نعم فكو تقرير يعني من النظام صدام الله يرحمه ويقدس روحه الجنه يعني فصدق هذا يعني كانوا راح يعني مثلا يعني عد مثلا الدبه والصلابيغ وقالوا له انت راح تصير رئيس دوله وبعدين تعدم يعني هاي الامور اتهمه شنو توحيلك يعني كشخص يعني انا اليوم اذا اتكلم بهاي القضيه يعني حول هذا الموضوع يعني هل هي هاي صحيح يعني من هاي الناحيه بعيدا عن امور السياسه هي اللي هاي راح تعطي للشخص يعني تخليه رئيس دولة أو تخليه يعني كهذا بس كوبي يعني يعمل للعراق ويعمل الصالح العراق وكوبي لا يخرب البلد أنت فهمت قصدي من كلامي هذا تفضل والله أخويا ما فهمت شنو سؤالك يعني والله العظيم يعني ما فهمت يعني أنا أقول لك صدام حسين الله يرحمه من شان أبوه يعني وبنى نفسه بنفسه ومثلا يتيم وما حس ساعد وكتور روحه من طفل تعذب لحد ما صار يعني وقلت له هاي يعني انت راح تصير رئيس دولة وراح اخير شيء راح تعد وفعلا قاد الامة العربية وقاد حارب اسرائيل وامريكا وصلها هذول اجوا يعني بالهذا بالارواح المقابلة ثاني دمروا البلد وخذوا فلوسه انت فهمت قصدي شنو يعني شنو هذا ليش يعني يروحون مثلا للارواح قصدي ليش ما يجي واحد عالم بعيد عن هذا مثقف يعني دكتور او مو يعني مثلا هذا بعيد عن هاي تفضل لك الكلام يعني انا جاي اشوفها يعني وطلعت وجهة نظر هاي نعم يعني والله حبيبي ان شاء الله نجاوبك يعني بس ارجع اعيد الحلقة من تخلص اعيد الحلقة حتى استوعب انا اشكرك على الاتصال وان شاء الله اجاوبك بالحلقة القادمة الزاع هذا تاريخي زين بعد لا تسألني على تاريخي يعني شو سبب الله هسه هو فين السؤال اذا احد رحمل اهلكم اذا احد افتهم الاخ المتصل شنو سؤاله يكتب لنا لان راح اعيد الحلقة 17 مرة واشوف يعني شنو اللي دا يصير لان راس افتر يعني أريد أعرف شنو السؤال كان يجوز أنا تعبان زين آخ والله ما أعرف يعني أنا السؤال طار من عندي بس يعني وبهذه المناسبة نحب نكمل أبو هذا أحسن لي لا سياسة ولا بطيخ أي قدام الحسين وينكم صاحب غيره يجي هزي انا بالليل طلعي هزاع اريد اعرف يعني قبل 1400 سنه زينب طلعت بالليل زين قبل 1400 سنه لا كافتريات موجوده ولا اكو بحر ولا اكو بالانجليزي يسموه بيتش تلبس مايو
يعني تروح هاي مال مثل كاظم الساعي يقول نزلت للبحر، يعني اريد افتهم زين. قبل 1400 سنه لا كهرباء موجوده، هي فتيله خايسه ما ادري ايش حاطين بيها ومشعوله زين. ليش طلعت؟ يعني نريد، هو سؤال درنفيسي لجميع المشاهدين والمشاهدات. 1400 سنة ماكو لا برجر كينج مثلا، لا ستاربوكس، حتى نقول وجبات سريعة زين. ديسكو هم ماكو، يعني حتى إذا نقول مثلا ديسكو، يعني قريش يجوز كانوا يقعدون يسوون قعدات ديسكوية زين، ويجيبون السبايا ويجيبون هذه زين. وين رايحة؟ أريد أفتهم، ويا ريت من تخلص الحلقة تكتبونا بالتعليقات زينب وين راحت، هاشتاج سؤال الحلقة زينب اشطلعها بالليل وين راحت، واللايكات والتعليقات والدقلات فبرعاية أبو جهل عليه السلام هم لا يطلع من آل البيت ويقول لك هذا دي سبب أبو جهل. فالمهم كلهم عليهم السلام. أي إيدك لي فوق حبيبي. ايه يقول صار عمري 60 سنة وانا اصعد المنبر. 60 سنة زينب. ايه فعلا هذا يجوز جواب صحيح. مثلا هزاع يقول يجوز راحت طلعت تتبول، من الممكن. اللي انا بذاك الزمان ماكو شو اسمه هذه وشطافة وما اعرف شنو. ايه ماكو، يعني ذاك الزمان ماكو، يعني شلون، يعني شلون راحت. يلا هذا ما اقدر انطق اسمك والله بالتيك توك، والعباس ما اقدر انطق اسمك. بالحسن اعرف صورتك، حاط لي صورة شو اسمه تيس الخزعلي، بس ما يخالف، بس بس الاسم درنفيسي ما اقدر. زين يلا عيني من عباس. اويل يا العباس كان رئيس عرفه الوحدة، فتعرفون دائما هو يحرق بالجنود، فدائما هاي السوالف مالته. ايه ابو فاضل ما قايل الفطر اسم اختي، اختي انت ما تقبل واحد يسمي اختك مو هيج؟ مو هيج؟ ايه بس شوف كرم الحسين هيج والله. اي والله سخاء الحسين زين. ايه اخويا زينب زينب مش طلع زينب شجاع، يعني صدق فعليا درنفيسيا سؤال ينطرح. يعني بذاك الوقت 1400 سنة زينب وين طالعة؟ يعني مثلا متواعدة ويا صاحبها، وصاحبها طابق البعير ورا خيمة زين، وراحوا يعني ورا الخيمة وعلى البعير، هو دي طلعها مثلا على أضواء شو اسمه أضواء القمر زين، متواعدة ويا صاحبها وقال يلا صعدي، جاب لها بعير تكباب، ماكو هذا ال يعني اللي دحكي. لا لا صدق، يعني متواعدة بذاك الليلة وطالعة، عافت الأب والأم ينامون وزرقت، يعني شغلات درنفيسية. أولي أشوف هذا المقطع محنية وتقضين بقفاج، يعني ما تخلي يفوت لو تقوم القيامة، يعني ما السيد بلبول وصل. ألف هلا بسيد بلبول، نورت نورت سيد بلبول. يعني تقضين و يعني و يعني لنية بقت ولا صخام بقى ولا زينب، يعني هي عادية، يعني هي احترقت، يعني شغلة خربانة، هم محنية وهم تكضة وهم قفاها، يعني هذول الناس فعلا يعشقون ال، ما اريد احكي لانه انا ببث واستوني متوضي. حبيبي زين انا متوضي، ومن اتوضى ما احكي تعرفوني. وانا الخال شو بدا يتصل خال، الو خال
أنا هالقد ما أحب للخال ما يخابر أبد، ما يخابر ما أعرف ليش، بس لا تحجبه وقعد بالبيت انتظر قسمته. زعب ايه ترى فوائد التفلة هواية يعني، صدق يعني التفلة بيها فوائد هواية يعني اعرف يعني الفوائد ما تتفلة للي يعرفها. اي هذا اجاك. الو حبيبي الخال، نورت 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 حبيبي. اكو واحد ما يخابر الابو والله، اخوه الكبير، اخويا غالي علي والناس كلها قاعد تنتظرك. اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله الجبار ما حب يعني شغلك التكاليف ما عليش اتكلف اتكلف. حبيبي الخال، حبيبي الخال شلونك خال؟ والله الحمد لله الحمد لله. صحتك شلون المهم خال؟ والله أنا صحتي زينة ما طول زينة بالخراب أنا تمام. لا خال ما سأل شيء دبالي صحتي يا أخوي. والله صحتي شلون تبقى؟ أنا عيوني عيوني أنا أسمع الروايات وزينة. عيوني اللي أنا دا أشوف الدنيا. الله يسلمك. حبيبي قد أحبك يا رب العالمين. شوف رب العالمين. خال مثل ما يقولون طير وقع على اشكالها. اي والله انا حتى احب الله خال انا بعد خلاص جبنا هذا الماء السؤال ماله تقلب. اي اريد زيد تعليق شنو سؤالك كيف اللي انت خابره؟ ما ادري انا هسه راح اعيد البث اقعد منها باكر الصبح. حبيب كرامة. اي والله اريد اريد افهم بس السؤال شنو ما اعرف. سؤال شنو ما تعرف؟ لحنا كلنا ما عرفنا خال. والله العظيم ما اعرف يعني. اي والله ماكو حتى البنكرياس عندي وقف وهم قام مو بس عقلي. لا ان شاء الله قربان البنكرياس. الله يسلمك. خال انا هم عندي سكري. لا 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 اروح لك فدوى اصير قربانك ولا اصبالك. الله يسلمك حبيبي. لا لا الله يسلم عليك. لا تجيب هاي الاسباب البنكرياس وما بنكرياس بس خال عم تخوفني بالبنكرياس. انا ما عندي سكري حبيبي. خال خال حبيبي خال تعرف خال. محروق الصبعة محروق الصبعة من السمع بي بلي. اي اذا تريد حبيبي ترين اذا تريد تعرف معناها خابر الرفيق محمد. ايه ايه هو يشرح لك. ايه خالي خبرني يا خبره. ان شاء الله ان شاء الله راح بالايام يجون يمي هو واطفاله. لا لا يجون يمي انا راح يمي يجون يمي. قلت له ايه لا تجون يمي. قال والله اعطيك واحد تجي يمك. والله هو بس هذه ايه قال لي خال. ايه بس قل له محروق صبعك هو بس باقي بس باقي انا عندي خال خال عربيه مجسم انت تعرف انا استحي اقول يعني بس انا عندي خال عتب. شنو عتب؟ اي على منو عتب؟ عتب شنو؟ حبيب ترانا عتب شنو خال؟ اي يعني انت متعدي علي. ليش يا ستار؟ لاني انت انت لو جيت انت ما جيت لي وما تجيني. زين زين يقولون عتب مو خال يقولون عتب عتب عربي ما اريد هوك كرتي مكسر تتعرف. ساعة 11 عندي سبيل جيت ساعة 11 الثانية عندي هنا ببريطانيا. ايش قد يعني عصير القرنابيط عبر النص لو ربع بعده؟ انا قاعد انا قاعد برا بالحديقة. اي بس العصير قرنابيط الشمسية اليوم يوم يوم درجة مالنا 23 تعرض الشمس يقرب خلال 23 بدل بدل كل 30 مال العراق. لا مو خال اني حتى تشوفني صاير اسمر اني اني قبل كنت اشقر وعيوني خضر بس بالغزو مال الكويت انضربت كيمياء وهيك صرت. يعني بدلت اللون مالك. اي بعد شو اسوي؟ ذول الامريكان. اي امريكان يا ما عاد عرفنا مالك يا وطن العالم خلي واللون على علمهم.
الساقطين ابن الساقطين. اي والله قال اخبار هاي الساقط سليمان جدريه من قوندره بعد احكي على خالي ولا طلع على ابو وضل نزار مزرعه نولو نولو ثلاجه مو خطيه امه ماتت ايه منو أم الله يا رب العالمين الميتين خال الله يرحمه ايه شوف الله شوف انت ايش قد شريف واني واجزاء والله من سمعنا قلنا اليوم بالليل من يسوي يعني اذا سوى بيت نعزيه بس اخي القحبه هم رجع فشر علينا خال اذا هم مو ساقط ابن ساقط ما يفشر على واحد شوف الميت الله يرحمه ليكون عدوي والله نفس يطلق مرة عماري تطولي اللي يقتل ابني يقتل ابني الوحيد باصل اي والله ويقتل سارة ويقتل هذا خال لما مات اقول هو راح بقبره واني هم ارحم عليه والله يرحمه يا رب العالمين لا الميت خلي هو ربه ينجاز والله شوف ساقط ابن ساقط قلبنا شقد فطير ردنا حبيبت قلنا نقول حتى لو هو احنا عندنا مشاكل وياه بس امه ماتت نقول الله يرحمه وندز له رساله عافيه خال اي وهذا ردنا نسوي الميت الله يرحمه تصير خالي مو انت اسمع خال اسمع انا اتفقنا ندز له رساله نعزيه امه نقول حتى رغم اختلافنا بس هو اول ما شغل البث سبنا بعدنا ما معزين خال انت شو تتوضح بكردية مالي بعربية مالي المكسر شو تتوضح هاي الانسان خال معنى الكلمة هذا الانسان يكا قندر بابا صي بابا كريسة يا والله صي كريسة اكبر صي كريسة يا صي كريسة يا قحفة بابا خال بري خبدي مروفي مري اشي حقية دانية بعسله والله اصلني يا صق بابا حصلني نقول بخذي خول حصلني نبسريته اي والله نبسريته خول دكتور خول بس از دجارك ادي بش ما تبكردي بعدين بالعربي اقول لك يلا خول بتشوف تلت بيت بس قرباني شوفت قرباني شوفت خال اتشوفته مشتم شوفته التو بتشكيته امر بليجبي امر بليجبي خال شبكت عمر داكالي بالعربي اقول لك بس ديبارك على صحتك واطفالك شبكت من عمرنا خال والله ما بقى شيء والله ما بقى شيء يعني هم زينب بالخرابة وهزع ماخذ النسوان ويعني شغل خربانة خال بس خال يا ريت اني ما اقدر كل شيء بتليفون اقول لك حبيبي خليك المتابعين ومشاهدين اخواني واخواتي هم شاركون. يعني يسمعوني خال ايه. خال يا ريت فتيوم لو كان انت جاي امي لو الله كان جاي امي خال كل راس بها عقل ها اي والله الدنيا. لا اقول هذا مخبال هذا عاقل لا كل راس بها عقل صح والله كل راس يعني عندي اخ اصغر مني دوج اسمه زمان خال اكبر رجل اعمال دوج زمان ايه. قال أعطيك عنوانه هام عند معرض مرسيات يسمون روتلين ايه. بالإنجليزي قال شوف هو أصغر مني رب العالمين طاعه عقل أزيد مني ايه ما هو بعد أزيد مني رب العالمين طاعه عقل أزيد مني أنا أقول شبير أنا الأكبر من كلتهم من أبوي وأمي بس هاي الأخ طلع عقله ما شاء الله طفل وعقله أكبر من عقلنا اي صح كل راس يختلف عن راس الثاني رحم الله والدي خال ايش هاي الحجي مالي ايه؟ شوف خال هو هاي الدنيا خال اي والله استهزوك السلمة جزية ابن الزفرة شبكت عمرك تحكي على العالم وتسوي افلام على العالم يا ابن الحاشا حضر ماطي دكتور لك ما تستحي من نفسك لك شيباتك لك والله شرمين هاكت شرمين هاكت ياك قوندرة خالشة هي بالكردي أقول خال شرمات والله شرمينية خال ياك قحفة بابا دين وإيمان تي بارانة 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 شاوي
كوريا كيليا. كوريا كيليا. هاي شابة تدخل دكتور. شابة تدخل. برا شابة كوريا كيليا. عافية. من الفلوس راح معانا خليه المتابعين يبتغبوا. اي يقحبه بابا مش انا كردي بولتك كردي مالك اقوى مني مو انا الفرنسي دائما قوي بي خلاني بالتركيا ما اقول شك اغلي شك سلم اجرية ناموسس بزبك اول بزبك سن نية سن تجيل يطيور والله فرنسي سن اصالن دبار شك اغلي شك بزرق ناموسس رفيق محمد لازم تخافر على المحروق صبعه ديحكي لا لا بعدين الخال هاي باقي الايطالي لي الخال انا تركيا مالي ام بيرفكت لان اشتغلت لما اجي قبل 20 سنه صيام مال بالات تركيا مالي كلش قوي بو سلم افاريا ام بيوك بازاباك بو سنس يقولون بنا مين ميتم تركيا دا يلان سيقولون خال نحن دروات كات يكذب اعرف اخل قحبة لا هو التيم لا هو ميت عنده اقامة سنة على ما بيريار سنة فيريور بيرسال سنة فيريور جدرية سلمة جدرية جدرية هذا بعد شو اسوي له بعد؟ بزمك اول بزمك خلي اخذت تسميت فتسد خلي السبوين اشترى وين الباع بالعالم كله اخ يا رب جدية خال جدية الرئيس مال كلبيس اللي ما يريده اعرف انا راح اشتري بطانية وخال دكتور جدية صار اقوى من اللباس والفانيرة ولو شو اسم البطانية جدية جاب دورة خالي جاب دورة ان بيوك شك اغلي شك سليمان ده ان تركيا ده قال يور شك اغلي شك بزبك اول بزبك سنية بو بروبلم سنية سن نتشالش يور بو بروبلم ويا بيور خال هسا ربع لو فوق الربع خال ربع لو فوق ما مو دا اقول مو دا اقول الصوت متغير صار مثل الهينو مال لوري لو منشأ من تشغلها ماكو لا صوتي حلو وردة خال حبيبي ما كل شيء اقول لك اذا تفتح التليفون انا اروح اشوف خال لا البطل مالي 70 مولتر اخاف لا خال البطل يكفيني يومه اي زين والله بدك تقتصد يعني لا اقتصاد شنو اقتصاد حلو اقتصاد شنو حلو الاقتصاد اي بطل يومين زين الاقتصاد حلو يعني تسوي البطل يومين كل زين يا رب تسوي بيها في طبعتي مو حالبطل دخلي داش لا بطل اقول اخاف صحتي ها تخاف على صح اشربها مرات اكثر يعني مرات اكثر من ربع ونص ايه مرات ربع ونص عمري خال ايه طلعتني خال دير بالك لا تحكي على المال مال الدنيا وقول شك لا انا اعطيك واحد الاعداد تضرب 1000 يورو لا شوف اني ما اريد صحتك اهم شيء صحتي اهم شيء انا ما ادير بال على صحتي ايه خل مشكله مالي ايه خل اي شيء ضرر اكل مو خال يعني قوة حكي الناس علينا يعني مو يعني سئ عندك وين ساعة زين يعني مو انت دا تقولها ليش تخلي الناس يحشون انت تقول شكو ضرر اني اسوي اكله اني شو مسوي اني صنبري يدري ماكل حق مال واحد قاتل مقتول اجر ماجر خل عالم ماكل فلوسي وحلال عليهم يا رب العالمين الله يستر عليهم اقسم بالله خال انا احكي لك فشغله صارت
اكو جماعه من جماعتنا من جماعتنا الكراد ماكو راحوا للحج زين فطافوا على مكه صعدوا فوق جبل عرفه الحج صعدوا فوق جبل عرفه خلص الشسمه الحج الدنيا خلصت هم مكلبين فوق يجون عليهم الشرطة السعودية معودين نزلوا قالوا لا احنا عصاة فمصيبتنا احنا اي جبل نشوفه نوقف فوقه ليش عصاة ايه يعني ما لي شغل دقيقة ما لي شغلة هم دي يقولون هم يقولون دقيقة انت ام كردي ايه انا لعد شنو هندي انت جاوب نفسك مو انا هندي اني احنا الاكراد يقول علينا هنود اي والله عصاد يا عصاد والله العظيم صحيح صحيح انا اقول لك خال ايه؟ اقسم بالله مرة انا كنت قاعد دود قال بثمانينات كان نوادي قليلة وكو فندق لومانا انت سامع بارقى مكان فندق لومانا كان عندنا مفاوض مال امن يسمونه معمول ومن وين مرة ماضي يسمون دليمي دليمي من دليم زين ايه. زين قال اشترينا المعمول اشتريته شلون اشتريته بهاي الطفولة مالي زين قال كان هو مفوض بالسيطرة مفوض مو ضابط ولا رئيس قرابة مفوض اكبر من رئيس قرابة قال اشتريته زين اقسم بالله كان كم ارزاق اودي هاي الحصى اللي تقول له حصى بيش مارية لا ما هم كان بالعراق يسموهم عصات اي صحيح زين اي ما انا ليش اقول لك فاحنا احنا اي شيء عالي نصعده فانا نيتي راحت بغير مكان يعني انا من هذه تقول زينب دنقت وشالته فانا كنت بغير مكان اي شيء عالي نصعد ونحب المغارة نحب المغارات بس أنا بالدنيا فالشي أقول لك أحبك أقسم بالله كأخ كأب حبيبي حبيبي والله يقول إحنا أهم شي خال ابن الشوارع هم إكرارا وتكرارا أقول لك خال ايه. بالك على نفسك خالك ساقطين بولندا أمكو أنا قاعد بولندا ايه أقول باكر راح نسافر خال شو أقول لك خال ايه أكو ابن الشوارع بايعين نفسهم خال ثلاث أرباعهم طلقي زوجتهم يعني شو أقول لك خال ما أقول الأسماء يعني اللي أيه. اللي سامع بخال خال أسألك سؤال الحج هزاع ده يسأل يقول شنو فوائد التفلة حبيب ترن شنو شنو فائدة الفوائد ما تتفلى شنو؟ ها عربي يا مالي ميكاسر أجوبة دخلة شنو واضح اليوم تفلى شنو؟ التفلى من واحد يتفل الفوائد ما عربي يا مالي ميكاسر يا خالي انت قل لي ما عرف تفلى شنو دخلة تفلى هذا أنا أقول لك هسه بعدين من تقابل رفيق محمد هو يفهمك يفهمك لا لا تبلا شنو لا بالله إلا أستحي تقول لي وأقول لي يا من المطابعين ومشاهد أنا ما أستحي والله أخاف قال يا ناني صبري تقول لي بكر ده ما أعرف إن شاء الله تفلى من واحد يتفل على واحد أي أي الفائدة الفائدة ما تفلى أي أيه. تفهمت. شنو فائدتها؟ فائدتها؟ ايه خال خلي افتحون اذنهم كلتهم لا صد التفلك قتل قتل قبل حاليا هم يمي هم حاليا مو حاشا يمي ساقط إذا ساقط يقبل كل شيء تضيع $1,000 يقبل على نفسه خال هزا ارتاح يا تفلأ
مو شلون ما اعرف هذا الحج جاي سوالف الحج يعني شو اسوي له حج على راسي بس حجي من جاب لك هاي سوالف ما اعرف خالي حجي حزاع التفله يمنا قتل ايه بعد شو اسوي لا بس اقسم بالله راس لقطالي اللي واحد عندي باسل حبيبتي بنات خدامكم هذا وسارة لا سمح الله ما يقدر اقول ايه الطفل والطلاق واحد يا ابنه لا مو بس هزاع الطفل عنده غير شكل اني يعني دا اوصل لك احنا الاكراد هزاع عنده حق وبعض المشاهدين ومتابعين يتطل عليه وهم الممنونين هم اللي ساقطين لا ما هو اكو غير شيء من ياخذ زينب يعني اللي افتح حلقي بالخرابه شو شغله خال دكتور التفله اي والطلاق يمنا بالحشائر مو سهله اخواننا يروحون ابن عمامنا يروحون بالتفله والطلاق احنا غير شكل بس الحجي لا بغير طريقه يفتهمها لا حجي هم مثلي ومثلك انت هم مثلي لا انا غير شكل بس انت ما تقول لا انت مو غير شكل انت هم مثلي لا انا غير شكل لا مرات ما اريد احكي يعني قال حكي مالي مو صحيح لا حكيك صحيح الف بالمية صحيح خال قال كل المشاهدين المتابعين يتابعوا شو بقول لك ايه عندي خدامي 16 سنة عندي واحدة 11 سنة ايه راح باكر اذا الله انطاني عمر قلت العمر اسمعني كل زين اسمعك راح يهجني انطيت بنتي لابن واحد ابن حلال زين ويطلق بنتي طلاق المرأة في 3 طلاقات 1-2-3 اشرب دمه خال نحن شوف اذا متخلفين هم يحسبوننا متخلفين لا احنا اي شيء ما عنا يمنا ولا نطلق ولا نزوج احنا نفس الشيء ايه انا لا طلق ولا اتزوج انا ليه هسه باكر قصتك كلها اعرف انا تحجبت وقعدت بالبيت حتى قسمه ما قعدت تجيني شو اسوي لا خال تعرف شنو قصد مالي خال نحن يمكن اذا اكو بعض الاخوان اخوات يحسبون ان احنا متخلفين وجاهلين خلي يحسبون هاي طبيعتنا خال بالعشاء صح صح هاي طبيعتنا الله ماموت يا با خلي شو بقول لك خال بالله العظيم تزوجتي يسمع بي خلي بس يعطيني مجال خلي اتزوج استلم كل شيء كله خليها بسوقه دوق اوروبا ما يقبلون خلي ليش ما تخليك تتزوج هاي زوجتك مو ديمقراطية والله خال للعلم هم مدرسة مال انجليزية كان بدوكم سويت لما تقعد ب16 سنة يسوون تقعد سويت لما تقعد جبت انا والله ما يخلي ايه بس ها بس خال بالشرع 4800 حلال شنو بالشرع زين دكتور نحن عندنا طاقة مار 2 حتى 4 طاقة يا رب العالمين مو يعني هو هذا الشرع يا شرع 4000 لا الشرع شبنا قال اكو يجي لك حوريات مو شوف خال اكو رواية تقول في كتاب الكافي لشرب النسكافي يقول الشرب كافي لعرك لا مو مشكلة يقول الشرب مو حرام ليش مو حرام يقول على قولة علي حسن المجيد لا تشتر منه يعني زين لا تشتر
شايف بالبصرة. أي. فهذا يقول العرق مو حرام. ليش؟ يقول لازم أنت تتذوق يوميا قليل من عنده. ليش السبب؟ الحلالة ليش؟ قال حتى تتعلم على طعمه لما تروح للجنة وتشوف الخمر هناك. للجنة وتشوف الخمر. ايه. فهذه رواية راح الخال. والله بعد هو والله الخال هذا الخال رأسا بصاروخ حسيني راح يصعد للجنة. اي والله رواية يقولون تشرب الخمر يابا ليش حللوه؟ لأن حتى تتعلم به من تصعد يوم بالجنة على أساس ما كلهم بالجنة. اي وتتعلم على طعمه. كانت سهرة حلوة وياكم أسعدتمونا ويا ربي كل أيامكم فرح وخير وضحك. وانسوا شيء اسمه عراق بعد ما ليرجع مثل قبل ويقول لك هذا دعبول قوة ضاربة وما أعرف شن راح تنجلي من السماء ولا أمريكا تتدخل ولا الشعب يصحى. انسوا كل من قاعد بمكانه خليه يقعد ويطيع ويسكت وبعدها بعد ماكو شيء. قبل إذا أخذت النسوان وأخذت الشسمة بس أي واللي أعيد وأكرر يريد يعرف محروق صبعة يروح الرفيق محمد مالي شغلة هو طلع. ألف شكر على متابعتكم. نشوفكم على خير ونشوفكم بصحة وسلامة ويا ربي ينعاد عليكم بالأفراح والخير كل أيامكم وكل لياليكم. وإن شاء الله يجي يوم دولة ولدهم حازم نخبزهم خبز ما يطيرون. تحياتي لكم ولعوائلكم الكريمة ولا تنسون تدعونا بالفندق مات الشريفة بكربلاء. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولا تبخلوا علينا بعمل اللايك والشير. قناة لطيف يحيى، قناة العراقيين ومحبي العراق.